السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في ورشة جديدة من ورش إيمرج أفريكا بالعربي. يشرفني إن إن شاء الله كل موجودين معانا في ورشة من أهم الورش اللي إحنا بنحتاجها في الوقت الحالي، وهو مجال هام لينا في ظل الكوفيد اللي إحنا عايشين فيه دلوقتي، وهو مجال الاختبارات الإلكترونية والتقييم للتعليم الإلكتروني. ويشرفنا للمرة التانية وجود الدكتور أبو الفضل عبده معانا لتاني مرة في ورشة من ورش إيمرج أفريقيا بالعربي. بنقدم له الشكر والتقدير على موافقته إن هو يشارك معانا متطوعا لتاني مرة. الدكتور الفضل اللي هو باع كبير جدا في مجال التدريب، هو مدرب دولي معتمد من مراكز عدة، منها مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات في جامعة القاهرة، بالإضافة إن هو خبير في ضمان جودة التعليم والاعتماد، ومدرب دولي أيضا معتمد بمشروعات المنظمات الدولية جي أي زد وإي يو واليوسيد، وكمان إن هو مقدم مجموعة من البرامج التعليمية في التلفزيون المصري. هترك الوقت الحالي للدكتور أبو الفضل معانا خلال الساعتين اللي هيتكلم فيهم عن الاختبارات الإلكترونية، وهيتكلم عن الجزء النظري في إعداد الاختبارات الإلكترونية مع إضافة الجزء العملي وإضافة الأدوات المستخدمة في الوقت الحالي على إنتاج الاختبارات الإلكترونية. أهلا بيك يا دكتور أبو الفضل، بكرر شكر حضرتك من إيمرج أفريكا، وأهلا بيك، وبكرر شكري لكل حضور الكرام معانا في إيمرج أفريكا إن هم موجودين معانا في ورشة من ورش إيمرج أفريكا. أترك المايك لحضرتك. جدا شكرا جدا يا فندم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا بحضراتكم في برنامج الاختبارات الالكترونيه، التقييم للتعليم الالكتروني. شرف عظيم ان اكون بينكم. دكتور ابو الفضل عبده، مدرب دولي معتمد، مركز تنميه قدرات اعضاء هيئه التدريس والقيادات جامعه القاهره، خبير ضمان جوده التعليم والاعتماد بمشروعات المنظمات الدوليه، الاتحاد الاوروبي، الوكاله الالمانيه للتنميه الدوليه، والوكاله الامريكيه للتنميه الدوليه. اهلا وسهلا بحضراتكم. شعارنا الدائم هو الابتسام. على مدار الساعتين هيبقى عندنا ان شاء الله مجموعه من الانشطه النظريه والعمليه، ارجو ان حضراتكم تكونوا مستعدين ليها، وان شاء الله ننفذها بسهوله ويسر بابسط طريقه يمكن بها استخدام الاختبارات الالكترونيه كاداه من ادوات التقييم للتعليم الالكتروني. حضراتكم احنا ان شاء الله هنتفق على ميثاق اخلاقي على مدار الساعتين. الاول نقطه عندنا في الميثاق الاخلاقي هي استغلال الفرص والخبرات التدريبيه المتنوعه اللي موجوده معانا، التغذيه الراجعه المقدمه من المدرب للمتدربين ومن المتدربين للمدرب حسب السياق وحسب الحاله اللي احنا بنشتغل عليها، استخدام الميكروفون واستخدام الكاميرا حسب التعليمات. وطبعا بشكر الدكتور محمد عبد الهادي على اتاحه هذه الفرصه وإيمرج افريقيا تحديدا لنتواصل في الاختبارات الالكترونيه على مدار الساعتين. اول نقطه بنحب نتكلم فيها مع بعضنا، وهستاذن حضراتكم جميعا في الشات، كل واحد هيبعت برايفت يقول لي ايه توقعاته من الساعتين المقبلين باذن الله تعالى. حضرتك افتح الشات واكتب ايه توقعاتك على في خلال الساعتين دول، متوقع ايه؟ اتفضل يا فندم، لو سمحت ابعت برايفت. ولما بنطلب في التوقعات ان حضرتك تبعت برايفت علشان ما حدش يتاثر براي الاخر، وفي النهايه كلنا هنبقى عارفين ايه اللي هيتم على مدار الساعتين في البرنامج باذن الله تعالى. تمام، اتباعا للتعليمات هستأذن حضراتكم، حضرتك متاح ليك انك تبعت على العام للكل بحيث ان الناس كلها تبقى شايفه بعضها. Thank you.
تمام. جزيل الشكر والتقدير لحضراتكم. تعالوا مع بعض كده نشوف على مدار الساعتين دول هنعمل ايه باذن الله تعالى. حضرتك في نهايه البرنامج باذن الله تعالى حضرتك هتبقى اتعرفت على الاختبارات الالكترونيه. كل مشارك من حضراتكم هيتعرف على الاختبارات الالكترونيه، يحدد عناصر بناء الاختبارات الالكترونيه، يجيب تنفيذ مراحل اعداد الاختبارات الالكترونيه، ويصمم انواع متعدده من الاسئله في الاختبارات الالكترونيه، بحيث ان هو يشمل كافه انواع الاسئله التي تغطي نواتج التعلم المستهدفه التي يعمل عليها. كل نواتج تعلم له نمط من الاسئله بيتناسب معه، ممكن اكتر من نمط اسئله يتناسب مع ناتج تعلم، وممكن نمط معين هو اللي بيفيد في تحديد او في كيفيه تقييم هذا الناتج التعلم. حضرتك هتصمم جدول مواصفات الاختبار الالكتروني، تستخدم الادوات المجانيه في نشر الاختبار الالكتروني، ودايما لما بنقول ادوات مجانيه معناه ان احنا بنستخدم الادوات المتاحه عبر شبكه الانترنت في ضوء التعليمات المصرح بها وفي ضوء تعليمات استخدامها، بحيث ان حضرتك تتدرب وتنمي مهاراتك في كيفيه استخدام الادوات المجانيه في نشر الاختبار الالكتروني، ثم بعد ذلك يمكن لك استخدام اي برامج مدفوعه الاجر حسب ميزانيه حضرتك وميزانيه القسم اللي حضرتك بتنتمي اليه. ميزانيه الكليه هل تسمح بشراء برامج مدفوعة الأجر أم لا، وتصمم نموذج عملي لاختبار إلكتروني لمادة التخصص بتاع حضرتك، ونتعرف إن شاء الله في الساعتين الاثنين دول إزاي إن إحنا بنعمل أسئلة الـ MCQ بفنيتها، وإزاي إن إحنا بنصمم رأس السؤال، وإزاي إن إحنا بنصمم البدائل اللي موجودة، وإيه عدد البدائل يعني الأفضل حالياً بعد كده، بحيث وإزاي إنك أنت تستخدم أداة مجانية بسيطة جداً ومتاحة للجميع في انك انت تعمل الاختبار الالكتروني وتحط له الزمن بتاعه، وازاي انك انت تصممه بسهوله ويسر. محتويات البرنامج معانا على مدار الساعتين هنتكلم على الاختبارات الالكترونيه، هنتكلم على عناصر بناء الاختبارات الالكترونيه، هنتكلم على انواع الاسئله في الاختبارات الالكترونيه، هنتكلم على جدول مواصفات الاختبار الالكتروني، هنتكلم على الادوات المجانيه في نشر الاختبار الالكتروني، وهيبقى عندنا نماذج عمليه هنطبقها باذن الله تعالى على ادوات مجانيه ايضا. أول جزئية هنبدأ بيها الاختبارات الإلكترونية. شكراً جزيلاً. لو سمحت حضرتك مطلوب منك إنك أنت هتركز معايا في الجزء اللي أنا بقدمه علشان حضرتك تطبقه عملي بإذن الله تعالى. الكتابة على الشات حسب الطلب. الاختبارات التحريرية الإلكترونية بتعتبر أكثر أساليب التقويم استخداماً في قياس نواتج تعلم مستهدفة من أي نظام تعليمي. معنى كده إيه؟ معنى كده أن لازم حضرتك تكون محدد مسبقاً نواتج التعلم المستهدفة اللي حضرتك هتقيسها في الاختبار الإلكتروني، وبالتالي لو ما عندكش نواتج تعلم مستهدفة واضحة ومصاغة صياغة جيدة هيبقى عندك مشكلة في الأسئلة اللي حضرتك هتحطها، لأن حضرتك لما بتجيب أسئلة بتجيب أسئلة مطابقة أو مقابلة لنواتج التعلم المستهدفة اللي موجودة عندك. معنى كده إيه؟ معنى كده إن حضرتك لازم تكون متأكد تماماً من نواتج التعلم المستهدفة للمقرر أو للمادة أو للتخصص اللي حضرتك هتحط له اختبار تحريري إلكتروني. لازم تتأكد إن كل نواتج التعلم المستهدفة تم التعامل معها داخل المحاضرات أو عبر وجه لوجه أو عبر شبكة الإنترنت، تم تغطيتها، جميع الأنشطة اللي مرتبطة بها تم تنفيذها، لأن حضرتك هتقيس نواتج التعلم المستهدفة اللي حضرتك شرحتها. معنى كده إيه؟ معنى كده إن لازم حضرتك تبقى منتبه وعامل خطة زمنية علشان تعالج فيها نواتج التعلم المستهدفة اللي موجودة عند حضرتك تحسباً لأي ظروف. بمعنى إن لو حصل الله لا يقدر أي انقطاع عن مواصلة الدراسة في مكان الدراسة لأسباب ما، إيه اللي حضرتك هتعمله؟ لازم حضرتك تبتكر طريقة بحيث إنك تغطي بيها نواتج التعلم المستهدفة اللي موجودة في المقرر، وتتواصل مع الطلبة باستخدام شبكات الإنترنت وباستخدام كل وسائل التواصل المتاحة، بحيث إن حضرتك تغطي الأول نواتج التعلم المستهدفة، بعد كده حضرتك تبتدي تسأل عليها. هنا في نقطة لازم نبقى متفقين عليها كلنا. لا يحق لك أن تسأل عن أي ناتج تعلم لم تقدمه للطلاب. حضرتك بتقدم نواتج تعلم، الطلبة تمتحن الطلبة فيها. كل ناتج تعلم حضرتك ما قدمتوش للطالب
ما ناقشتوش مع الطالب، ما عملتش عليه أي تكليف أو نشاط بحيث أن الطالب ما عندوش أي فكرة عنه، لا يحق لك أبداً أنك تسأل عليه، سواء إن كنت بقى تعمل اختبار إلكتروني أو حتى تعمل اختبار ورقي، لأن حضرتك بتقيس ما تم تقديمه للطالب، سواء تم هذا التقديم داخل قاعات المحاضرات أو تم عبر شبكات الإنترنت. الاختبارات التحريرية الإلكترونية مجموعة من الأسئلة المتنوعة، وأجمل ما في الاختبارات الإلكترونية ممكن تجيب جميع أنواع الأسئلة في اختبار واحد. ممكن أجيب سؤال يكون مقالي، ممكن أجيب سؤال يكون اختيار من متعدد، ممكن أجيب سؤال يكون صواب وخطأ، ممكن أجيب سؤال يكون توصيل أو ترتيب أو إكمال فراغ أو أي نوع من أنواع الأسئلة. ممكن أجيب له صور ويعلق عليها، ممكن أجيب له ملفات فيديو وأطلب منه إن يعني أربط ما بين ما يحدث داخل هذا الفيديو وما بين نواتج التعلم اللي أنا شرحتها، ده يتوقف على المادة اللي حضرتك بتقدمها سواء كانت مادة نظرية أو مادة عملية. الإجراء ده هيبقى صعب جدا إنك تعمله في الاختبار الورقي، لأنك أنت لو جبت الأسئلة، لو أنت هتجيب 100 سؤال، لو أنت جبت 20 سؤال مقالي هياخدوا منك وقت طويل جدا في عملية التصحيح، وخاصة في الأماكن اللي بيبقى فيها أعداد كبيرة جدا جدا زي بعض الكليات اللي بيبقى العدد فيها بالآلاف. لما تجيب حضرتك سؤال نظري واحد معناه إنك أنت هتصحح 1000 سؤال أو 1000 ورقة موجودة عندك، لكن في الاختبار الإلكتروني الجهاز هو اللي بيصحح، النتيجة بتطلع إلكترونية، كل الإحصاء المرتبط عملية الإحصاء المرتبطة بالاختبار الإلكتروني هي البرنامج نفسه هو اللي بينفذها. فبنقول إن الاختبارات التحريرية الإلكترونية أداة سهلة وميسورة بتيسر على عضو التدريس أو المعلم أو القائم بالتدريس أيا كان الوصف بتاعه عملية إجراء القياس المرتبط بنواتج التعلم المستهدفة التي قدمها خلال مقرر معين أو خلال مادة معينة. الاختبار الإلكتروني بغض النظر عن الظروف المحيطة بفيروس كوفيد 19، حضرتك استخدم هذه الأداة أو درب إيديك إنك تستخدم هذه الأداة حتى على سبيل التجريب مع عينة من الطلاب، وهات فيها مجموعة كبيرة جداً من الأسئلة تغطي كل أنواع الأسئلة، بحيث أنك أنت هتشعر في النهاية أن العملية سهلة جداً وميسورة، شرط إتقان طريقة إعداد الاختبار الإلكتروني، ودي اللي احنا هنتكلم فيها النهاردة إن شاء الله مع بعضنا. فبنقول أن الاختبارات التحريرية الإلكترونية هي أداة بتستخدم في قياس نواتج التعلم، وهي أيضاً مجموعة من الأسئلة المتنوعة تشمل كل أنماط الأسئلة، كل ممكن تكون اختيار متعدد صواب وخطأ توصيل ترتيب إكمال فراغ، وممكن يكون فيها أسئلة مقالية قصيرة الأسطر أو محددة بأسطر أو طويلة وأيضا محددة بأسطر. بتصمم الاختبارات الإلكترونية إزاي؟ بتصمم باستخدام إحدى البرمجيات اللي هتقيس أداء المتعلم في المجال اللي اتوضعت لي. حضرتك بتقيس مواتك تعلم في اللغة العربية، في اللغة الإنجليزية، في الرياضيات، في العلوم، في أي مادة حضرتك بتدرسها في الكلية، في أي مادة أنت بتدرسها. ممكن إن أنا أستخدم بقى بعض الأدوات زي جوجل فورم وزي كلاس ميكر وغيرها، ودي أنا هتكلم مع حضراتكم فيها وأقول لحضرتك إيه الأدوات المجانية وإيه الأدوات اللي هي مدفوعة والتعامل معها هيكون إزاي. فبنصمم الاختبار الإلكتروني بواسطة إحدى البرمجيات. البرمجيات عندنا نوعين، في برمجيات مدفوعة الأجر، دي برنامج بيبقى له ترخيص معين وطبعا بيبقى مميزاته أعلى من البرنامج المجاني. لكن السؤال هنا، احنا دلوقتي محتاجين ايه؟ احنا محتاجين برنامج بسيط جدا نعمل بيه اختبار الكتروني، نقيس بيه نواتج التعلم، تطلع بيه نتيجه الطلاب، تبقى عندنا كل الاحصاء اللي مرتبطه بيه. تعالوا مع بعض كده نشوف ايه برامج الاختبارات الالكترونيه المجانيه. في برامج كتير جدا، منها هوت بوتيتو 7 وكويتشن تولز وكويتشن فيبر وكود كويز ميكر، وفي برامج تجاريه زي كويز كرييتور 1.6 كويز ميكر 2. كل البرامج دي مدفوعة، برامج كلمة برنامج تجاري معناه انه مدفوعة. هنا انا عايز حضرتك قبل ممكن تدخل بعض البرامج المجانية التجارية، احيانا بتديك نسخة لمدة شهر، نسخة كده مجانية هدية منهم لمدة شهر، ممكن حضرتك تتجرب تستخدمها خلال هذا الشهر بحيث انك تشوف ايه المميزات اللي موجودة فيها ومش موجودة في البرامج المجانية، وبعدين تحدد هل حضرتك في احتياج ليها ام لا. دي نقطة مهمة جدا. ليه؟ لان الفكرة مش في انك انت بتشتري بتستخدم برنامج مجاني او بتشتري برنامج تجاري، الفكرة ان حضرتك هل انت في احتياج لهذا البرنامج
حاضر يا فندم. البرامج اللي قبلها البرامج المجانية، ادي البرامج المجانية بتاعتنا، وادي البرامج التجارية. الفكرة ما الاحتياج الحقيقي لحضرتك من برامج الاختبارات الإلكترونية؟ وبعدين تفتح قوسين تقول مجاني وتجاري. المجاني هنجربه الأول، وبعد ما نجربه هنبتدي ان احنا نشوف المميزات اللي موجودة في البرامج التجارية. هل نحن في حاجة لهذه المميزات في هذه الفترة ام لا؟ ده يختلف من تخصص لتخصص، من تخصص لتخصص اخر، ومن شخص لشخص اخر، ويتوقف ايضا على الميزانية المخصصة لحضرتك لمثل هذه الإجراءات. تمام؟ طيب تعال حضرتك دلوقتي، البرامج المجانية دي حضرتك موجودة، انت كل اللي بتعمله انك انت بتنزل البرامج، في بعضها بيدعم اللغة العربية، وفي بعضها بتبقى الواجهة بتاعته لغة انجليزية، في بعضها بيدعم اكتر من 70 لغة. حضرتك هتدخل على كل برنامج من دول وتشوف ايه هو انت في حاجة اليه ولا لا. تعال الاول هنشوف البرامج المجانية بعد كده، واشهرها جوجل فورم ونظام موديل برضو كنظام ادارة التعلم، وازاي ان احنا نعمل عليه اختبارات الكترونية وتبقى العملية سهلة جدا وبسيطة بالنسبة لحضرتك. بين البرامج التجاريه، البرامج التجاريه طبعا كتيره جدا ومميزاتها وتتنافس فيما بينها، بحيث ان كل برنامج بيبقى حريص جدا جدا ان هو يعني يقدم اعظم صوره ممكنه للاختبارات بابسط طريقه ترضي كل الاذواق. المشكله هنا في ايه؟ المشكله دائما في الميزانيه المخصصه لشراء هذه البرامج. طيب حضرتك دلوقتي علشان نبني اختبار الكتروني، ايه اللي مطلوب مني علشان ابني اختبار الكتروني؟ انا عايز حضراتكم في الشات وهتبعت للجميع تقول لي من وجهه نظر حضرتك ايه هي عناصر بناء الاختبار الالكتروني. من فضل حضراتكم ابعت لـ everyone. من فضل حضراتكم جميع الناس شارك في الشات واكتب حضرتك من وجهة نظرك ايه عناصر بناء الاختبار الإلكتروني.
شكرا جزيلا لحضراتكم. تعالوا مع بعض كده نتكلم مع بعض ونشوف ايه العناصر اللي احنا هنبني بيها الاختبار الالكتروني. اول حاجه حضرتك بتحدد الاسئله ونوعها وعددها والزمن الذي تستغرقه. بتحدد الاسئله ونوعها وعددها والزمن الذي تستغرقه، الزمن اللي هيستغرقه كل سؤال، بحيث ان حضرتك في النهايه انت ملزم طبقا للوائح المعمول بيها. اذا كان حضرتك بتعمل في اختبار، انت بتشوف لائحه الكليه بتقول لحضرتك ان الاختبار الخاص بماده كذا مدته ساعه ونص او ساعتين او ثلاث ساعات، انت ملتزم بان اجمالي عدد الاسئله اللي موجوده عند حضرتك لا يتعدى الثلاث ساعات. بتحدد الوسائط المتعدده المستخدمه، النص، الصوت، هيبقى فيه رسومات، صور متحركه، فيديو، تطبيقات تفاعليه، اي اجراءات انت لازم اي وسيط متعدد حضرتك هتستخدمه. بعد كده بتحدد التغذيه الراجعه المقدمه للمتعلم. لما بتسال سؤال الكتروني حضرتك بيديك البرنامج بيديك اختيارات، بيقول لك انت هتحدي له تغذيه راجعه مباشره بعد كل سؤال ولا في نهايه الاختبار. حضرتك اللي بتحدد، هي عباره عن ايقونه حضرتك بتحددها. بعد ما بتحددها البرنامج بينفذ طبقا للتعليمات اللي حضرتك الزمته بيها. بتحط تعليمات الاختبار، ولو بد انها تكون هذه التعليمات واضحه وتكون مفهومه بالنسبه للمتعلم، وبتدي له حتى في الزمن المخصص للاختبار بتدي له دقائق معدوده لا تتجاوز خمس دقائق، بحيث ان هو يقرا كل تعليمات الاختبار ويفهم ايه اللي مطلوب ان هو ينفذه في الاختبار. بتحدد ادوات التفاعل المتاحه، وبعد كده بتحدد انماط الاستجابه المطلوبه من المتعلم، هل ان هو هيظل المكان الاختيار اللي هو عايزه، هل هيحط صح او خطا، هل ان هو هيكتب، هل هيكتب باسطر معينه، عدد الاسطر، عدد الكلمات، عدد الحروف اللي حضرتك عايزها، حسب ما حضرتك بتحدد معاه. وبالتالي علشان البناء بتاع الاختبار الالكتروني بناء متكامل، لابد ان انا اكون مجهز الاسئله الاول. هنا في سؤال، هل هتحط سؤال من وجهه نظر حضرتك ام ايه الاساس اللي بيحكمك في وضع الاسئله؟ جميع الاجابات في الشات لو سمحت. بالنسبه لاول نقطه، اول عنصر عندك الاسئله، ايه المعيار بتاع السؤال هنا؟ ما معيار السؤال اللي حضرتك هتجيبه؟ النوع طبعا، هتجيب صواب وخطا، هتجيب اختيار متعدد، هتجيب مقالي، العدد بتاعها ايا كان العدد اللي حضرتك هتجيبه، الزمن اللي هيستغرقه كل سؤال، ومجموع الازمنه بتاعت الاسئله لن تتجاوز اللي مقرر عندك في اللائحه بتاعت الكليه. ايه المعيار بتاع السؤال هنا يا فندم؟ الاسئله هنا هتحددها في ضوء انهي معيار؟ شكرا جزيلا لحضراتكم. حضراتكم الاسئله بتتحدد في ضوء نواتج التعلم او نواتج التعلم المستهدفه اللي موجوده في المقرر. المعيار بتاع الاسئله هو نواتج التعلم. فحضرتك دايما بيبقى معاك القائمه الخاصه بنواتج التعلم اللي موجوده ايا كان العدد بتاعها، لان حتى لو نواتج التعلم المستهدفه اللي موجوده عند حضرتك نواتج تعلم قليله جدا، ممكن حضرتك تجيب اكتر من سؤال على كل ناتج تعلم، بحيث ان حضرتك في النهايه هتوصل، لانك انت الاسئله اللي انت جبتها اسئله هتبقى مطابقه لنواتج التعلم ومغطيه كل اجزاء المنهج اللي موجوده عند حضرتك. جميل جدا، اشكر حضراتكم عليها. تعالوا مع بعض نشوف مراحل اعداد الاختبار الالكتروني. حضراتكم كده احنا اتفقنا على عناصر بناء الاختبار: لحدد الاسئله، الوسائط الموجوده المتعدده اللي هستخدمها، التغذيه الراجعه، التعليمات بتاعه الاختبار، ادوات التفاعل، وانماط الاستجابه المطلوبه من المتعلم. مراحل اعداد الاختبار، انا عايز حضراتكم في الشات برضو تبعت لكل واحد تقول لي ايه مراحل اعداد الاختبار الالكتروني. ده نموذج مبسط اللي انا بعمله مع حضراتكم، نموذج مبسط للعصف الذهني الالكتروني، بحيث ان حضرتك هتقول لي ايه اللي موجود في دماغك خاص بمراحل اعداد الاختبار الالكتروني، وبنتفق في النهايه كلنا على مراحل ثابته هنلتزم بيها، هيطلع في النهايه الاختبار الالكتروني. لو سمحت جميع الناس اكتب في الشات وابعت لايفري ون. تمام يا فندم. بالنسبه للجانب العملي بعد ده مباشره على طول، الجانب العملي عندنا هو الجانب الاكبر. لا، انتوا حضراتكم اكتب في الشات الاول، وبعد كده هنفتح الحوار للناس كلها، لان العدد حوالي دلوقتي 50 51 واحد، فمساله يعني المناقشه الشفويه هتيجي بعد شويه باذن الله تعالى.
الجانب النظري هو اللي بيخدم على الجانب العملي، لان الخطوات اللي احنا هنتفق عليها في الجانب النظري هي اللي احنا هنطبقها مع بعض في الجانب العملي، بحيث ان احنا في النهايه هيطلع عندنا الشكل الخاص بالاختبار، بحيث ان احنا نوصل لمرحله ان انت هتعمل اختبار الكتروني كامل، تشوف ان شكله هيطلع ازاي، تشوف التغذيه الراجعه اللي انت عايزها، بعد كده تبتدي انك انت تحدد النتيجه اللي انت عايزها طبقا للدرجات حسب اللوائح اللي موجوده عند حضرتك. شكرا جزيلا لحضراتكم. تعالوا مع بعض كده نشوف مراحل اعداد الاختبار الالكتروني. اول مرحله عندنا هي التحليل. حضرتك دي مجموعه المراحل اللي حضرتك هتتبعها علشان تعد الاختبار الالكتروني، وبعد ما حضرتك تخلصها هتلاقي معاك في النهايه اختبار الكتروني معياري. وبنقول كلمه اختبار الكتروني معياري معناه ان هو مبني في ضوء مواصفات الورقه الامتحانيه او في ضوء جدول المواصفات. اول خطوه عندي هي مرحله التحليل، ثم التصميم، ثم الانتاج، ثم النشر الالكتروني، ثم التطبيق، ثم التقويم النهائي. خلي بال حضرتك في عندنا سهمين هنا في الشريحه اللي موجوده قدام حضرتك. الشريحه الاولانيه السهم تصاعدي، وبعد ما توصل لمرحله التقويم النهائي بقى ترجع تنزل مره ثانيه علشان تتاكد ان كل المراحل دي تم استيفائها طبقا لما ينبغي ان يكون. تعالوا نشوف كل مرحله هنعمل فيها ايه مع بعض. في مرحله التحليل بتكتب اسئله الاختبار، بتحدد خصائص المتقدمين للاختبار، بتحلل المادة التعليمية لصياغة محتوى الاختبار، وتحلل الواقع. ودي نقطة مهمة جدا، النقطة الأخيرة دي، لأن حضرتك بتعرف بيها مدى صلاحية البيئة الإلكترونية اللي موجودة عند حضرتك، وإيه نوعية البرامج اللي موجودة، الشبكة نفسها ومدى قدرتها على استيعاب عدد معين من الطلاب، كفاءتها، سرعة الإنترنت اللي موجودة عند حضرتك، لأنك أنت ممكن تعمل اختبار إلكتروني معياري على أعلى مستوى وتفاجأ بعد كده بأن الواقع لن يستجيب لتطبيق هذا الاختبار، نظرا لأن الواقع الإلكتروني اللي موجود في عند حضرتك أو في الكلية عندك أو في المكان اللي حضرتك متواجد فيه لا يتلائم مع متطلبات هذا الاختبار. في مرحلة التصميم حددت الهدف من الاختبار، حددت تعليمات الاختبار، حددت زمن الاختبار. هنا النقطة ديت أنا عايز أسمع رأي حضراتكم فيها، كيف يحدد زمن الاختبار؟ كيف يحدد زمن الاختبار؟ اللي حابب يتكلم يرفع إيده لو تكرمت. كيف يتم تحديد زمن الاختبار؟ أساتذتنا الأفاضل، كيف يتم تحديد زمن الاختبار؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضل يا فندم. حضرتك بنحدد زمن الاختبار، أنا عندي عدة طرق، يعني أبسط الطرق ان انا بنعمل تطبيق تجريبي للاختبار، فبنشوف اول طالب جاوب خد زمن قد ايه، وبنشوف اخر طالب خد زمن قد ايه، وبنقسم وبنعمل متوسط لزمن الاختبار. تمام، فانا بشكرك جدا، شكرا جزيلا. راي اخر بعد اذن حضراتكم، كيف يتم تحديد زمن الاختبار؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل يا فندم. كيف الحال يا دكتور؟ طيب الحمد لله يا فندم. طبعا بناء على محتوى الماده احدد الاختبار، فاذا كانت الماده مثلا بثلاث ساعات او اربع ساعات يكون اختبار معروف على اساس انه بهذا الكيفيه. اشكرك يا فندم، شكرا جزيلا. راي اخر بعد اذن حضراتكم. مساء الخير. نوري فندم. بحدد الاختبار او زمن الاختبار بناء على حاجتين مهمين قوي، عدد الأسئلة بتاعتي وطبيعة الأسئلة. ما أقدرش أحدد إنه زمن الاختبار لأسئلة مقالية
مساوي لعدد زمن الاختبار لأسئلة صح وغلط أو من النوع الاختيار من المتعدد. في حالة الاختيار المتعدد المفروض أن أنا بشوف مثلاً لو عندي 60 سؤال هفترض أنه زمن السؤال ما يزيدش عن نص دقيقة، وبالتالي بحسب العدد يعني لو 60 سؤال المفروض أن أنا بحدده مثلاً في خلال نص ساعة، وبدي زمن للطالب بحيث أنه مثلاً 5 دقائق زيادة أو حاجة يبتدي يعمل مراجعة أو تشيك لباقي الأسئلة عنده لو في مجال، لو الحكاية ورقية يعني بكلمش على الشكل. على أي أساس حضرتك حددتي إن هو الزمن ما يستغرقش أزيد من نص دقيقة مثلاً بالنسبة للسؤال ده؟ أو على أساس إيه فندم؟ نعم، يعني ليه حضرتك افترضتي إن هو ما يزيدش عن 30 ثانية مثلاً؟ افترضته على أساس إنه في الأشكال الإلكترونية المفروض إن ما تدلوش زمن طويل عشان بيبقاش في فرصة عند الطالب إنه يدور في كتاب. أنا بفترض مثال يعني ما أجزمتش بيها النص دقيقة يعني، بس بحاول إنه على حسب صعوبة السؤال عندي مثلاً 30 ثانية أو دقيقة على حسب صعوبة السؤال اللي أنا حاطه، بحيث إن ما أديش فرصة للطالب إنه يبتدي يرجع لمراجع موجودة عنده أو يبتدي يبص في مادة علمية موجودة مسبقاً أو محضر، بحيث إني أحجم موضوع الغش شوي. أشكرك يا فندم، شكراً جزيلاً. علشان نحدد زمن الاختبار لابد إن إحنا نعمل نموذج اختبار تطبيقي أو تجريبي، بحيث ان انا ملتزم بلائحه الكليه. بس هو السؤال بتاعي انت بتحدد زمن الاختبار، لو الكليه بلائحه الكليه بتقول ان زمن الاختبار ساعتين، ازاي بتعرف حضرتك ان الاسئله اللي حضرتك جبتها دي تخلص في الساعتين ما تخلصش في ساعتين ونص او ساعه ونص؟ فعلشان اعرف الكلام ده بطريقه علميه لابد ان انا اعمل نموذج تجريبي للاختبار. النموذج التجريبي للاختبار معناه ان انا باخد عينه يفضل انها تكون 30 في اكثر، علشان لما اجي احلل تحليل احصائي يبقى اقدر ان انا استند على نتائج التحليل واقول ان احنا ممكن نعمم هذه النتائج. حضرتك مش بتاخد بقى زمن اول واحد واخر واحد، بتاخد مجموع ازمنه جميع الطلاب وتقسمها على عددهم. بشوف كل طالب بيبقى هنا من تعليمات الاختبار ان الطالب بمجرد ما ينتهي من الاجابه وما عندوش حاجه يضيفها بيسلم الورقه وبيخرج. طبعا ما بيبقاش متفق هنا ان الطلب ان احنا بنحسب زمن الاختبار، والا طلبه ممكن يتنهم قاعدين في اللجنه كلهم. ده اجراء، ده اختبار عادي حضرتك بتعمله، بس هدفك انت الشخصي من وراه انك انت بتقيس نواتج التعلم، طبعا ده اساسي. الحاجه الثانيه انك بتعرف الزمن بتاع الاختبار، علشان لما تيجي تجيب صور متكافئه من الاسئله اللي كنت جايبها من حيث مستوى السهوله والصعوبه والعدد والتنوع، تبقى حضرتك عارف ان فعلا الزمن اللي متحدد في لائحه الكليه هو اللي الطلبه هيحلوه. بعض الاساتذه ساعات يقول لك ايه، لو الاستاذ حله في مده معينه يبقى الطالب يحله في مده كذا. هنا الطالب الدكتور بيمتحن نفسه مرتين، هو الدكتور حط السؤال لنفسه كطالب. ما ينفعش ان حضرتك اللي مؤلف للمحتوى، اللي حاطط نماذج التعلم، اللي حاطط الاختبار، اللي حاطط نموذج الاجابه، لو اتحل منك في ساعه ممكن تحل مع الطلبه في 5 6 ساعات، لانك انت ما ينفعش تقيس نفسك كطالب. لا، انت بتحط محتوى تقيس بيه مستوى الطلاب اللي انت قدمت لهم المحتوى ده. وبالتالي زمن الاختبار هنا لما بتيجي تحدده حضرتك بتعمل اختبار تجريبي، بتاخد زمن كل الطلاب اللي موجودين في قدامك وبيأدوا نفس الامتحان. بعد ما بيخلصوا بتقسم مجموع الازمنه اللي هم استغرقوها على العدد بتاعهم وبتقربها لاقرب رقم 10 للائحه الكليه. لو فرضنا مثلا ان انت لائحه الكليه بتقول ان الماده 3 ساعات، والطلبه متوسط الازمنه بتاعت الطلاب كلها استغرقوا 2:50، حضرتك ممكن تعتبر ان العشر دقائق دول هم التعليمات الخاصين بالاختبار، او هي التعليمات اللي الطلبه هيحتاجوا ان هم يستفسروا فيها او يرتبوا نفسهم او يستعدوا للاختبار او يتاكدوا من ان هم مثلا كل الادوات اللازمه للاختبار متاحه قدامهم ومفيش عندهم اي استفسارات ثانيه. فبتديهم العشر دقائق دول كنوع من يعني الوقت المخصص للاختبار بعيدا عن الاسئله. لكن لو لقيت حضرتك ان الاختبار متوسط الازمنه 3 ساعات ونص، ممكن هتعيد نظر في الاسئله، لان ممكن يكون مستوى السهوله والصعوبه فيها غير مقبول، وممكن يكون ان في ان حضرتك مصعب الاسئله، او ان نواتج التعلم اللي حضرتك بتغطيها نواتج تعلم متعدده ومفيش تناسق ما بين الاسئله المخصصه لكل ناتج تعلم. السؤال بعد اذن حضرتك. اتفضل يا فندم. احنا حضرتك بعد ما حسبنا زمن الاختبار او عملنا متوسط لكل الطلاب عرفنا زمن الاختبار قد ايه. السؤال الان انا دلوقتي انا طبقت على الاولاد كم، على الطلبه كم سؤال؟ ربما مطبق 100 سؤال، ربما 50 سؤال، ربما 150 سؤال. فانا هنا لما نعرف انا زمن الاسئله كلها فانا نقدر نتوقع زمن السؤال الواحد كام،
وبالتالي انا بتختلف من ماده لماده ومن علم لعلم. فلما نقول ان الكليه محدده ان زمن الامتحان ساعتين، فانا هنضع مجموعه من الاسئله تغطي الساعتين. انا 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 ممكن حضرتك وانا في الاختبار التطبيقي نعمل نص الاختبار بس عشان الوقت، انا ممكن نطبق مثلا عليهم 50 سؤال وبعدين هنحصل على الزمن، وبالتالي ال 100 سؤال هنضرب في 2، طب ال 25 سؤال هنقسم على 2. شكرا. طيب يا فندم شكرا جزيلا. هي الفكره كلها ان الاساتذه يعني يبعدوا عن الطريقه التقليديه في تحديد زمن الاختبار. لائحه الكليه الزاميه مفيش فيها كلام، سواء ساعتين او ساعه ونص او 3 ساعات، لكن هي الفكره كلها عدد الاسئله اللي حضرتك جبتها هتتحل في 3 ساعات. ازاي بتعرف انها تتحل في 3 ساعات؟ لازم زي ما كلكم متفقين مع ان احنا لازم نعمل نموذج تجريبي، ونعمل النموذج التجريبي عشان نعرف متوسط زمن الاختبار ونبتدي نشوف الاسئله اللي احنا جبناها، بحيث ان احنا نبقى ملتزمين من ناحيه بلائحه الكليه، وفي الناحيه الثانيه احنا بنتبع المنهج العلمي في تحديد زمن الاختبار، وليس رؤيه الاستاذ بتاع الماده، وليس رؤيه الشخص اللي هو حاطط الامتحان، لان هي لها اجراء رسمي بيتم علشان اعرف بيه زمن الاختبار. بعد كده حضرتك بتختار اشكال الاسئله وانماط الاستجابه، بتختار الوسيط المتعدد زي ما اتكلمنا فيها، وبتحدد اساليب التغذيه الراجعه، هل هتبقى تغذيه راجعه فوريه ولا هتبقى تغذيه راجعه مجمعه في النهايه، ولا مش هتديله تغذيه راجعه خالص. هي مجموعه ايقونات بتبقى في بعض البرمجيات بتختارها، والتغذيه الراجعه اللي انت عايز تديها له انت اللي بتكتبها، انت اللي بتحددها. ممكن تحددها بالإحالة إلى المقرر بتاع حضرتك مرة تانية، ممكن تحددها إنك أنت تكتبها له على حسب المادة، هتختلف من مادة لمادة، وبنحدد أساليب التصحيح. بعد كده بتيجي مرحلة الإنتاج، بتختار بقى البرامج بتاع التأليف اللي أنت هتشتغل عليها، هل هتشتغل على جوجل فورم، هل هتشتغل على موديل، هل هتشتغل على البرامج المجانية اللي إحنا اتكلمنا عليها دي، ولا هترجع هتشتغل على برنامج تجاري. بعد كده حضرتك بعد ما عملت الانتاج بتجرب بقى البرمجيه بتاعت حضرتك، ولازم التجريب هنا يكون على عينه حسب المتاح قدام حضرتك، بتحكم البرمجيه وبعد كده بتطور البرمجيه. كلمه التطوير هنا معناه انك بتعمل اي تغييرات انت شايفها نتيجه التجريب الاولي او التطبيق الاولي اللي انت طبقته. ليه الكلام ده؟ علشان حضرتك في النهايه هتطلع نموذج اختبار هينشر عبر شبكه الانترنت على الطلاب المعنيين، هيتصحح في اساتذه زملاء حضرتك في القسم، يعني هيشوفوا الاختبار، هيتناقشوا معاك فيه، محدش يطلع عليك ملحوظه، لانك انت لو عملت الاختبار مباشره ورحت عرضه على الطلاب من غير ما تعمل عمليه تجريب ممكن تطلع لك بعض الاخطاء، او تطلع بعض مش الاخطاء الفنيه، تطلع بعض الملاحظات في التطبيق. الملاحظات دي هدف التجريب الميداني او التطبيق الاولي ان هو بيعفي حضرتك من الاجراء ده. بعد كده بتدخل على مرحله النشر، بتنشره بقى على الانترنت او على اقراص رقميه سي دي لو انت عايز توزعه، وبعد كده بتوزع الاختبار. التطبيق بتجرب على عينه من المتعلمين، بتجمع البيانات، وبعد كده بتعلن نتائج الاختبار الكترونيا، سواء كانت هتيجي للطالب زي ما معظم الكليات بتعمل، بتبتدي الطالب يدخل بكود معين او على صفحته اذا كانوا بيستخدموا مثلا برنامج زي موديل، بيبتدي ان هم يدخل على الصفحه بتاعته فيشوف نتيجه الاختبار بتاعه او نتيجه تقييم الجزء اللي حضرتك طلبته منه. في مرحله التقويم النهائي بقى بتعرف صلاحيه البيئه الالكترونيه، ودايما بنقول البيئه الالكترونيه ليه؟ لان حضرتك عملت الاختبار، عملت الدور بتاعك، هنا في دور مكمل، الدور المكمل هو دور البيئه الالكترونيه اللي حضرتك موجود فيها، شبكه الانترنت اللي موجوده جوه الكليه بتستوعب قد ايه، الكفاءه بتاعتها، السرعه اللي موجوده، بحيث ان الطالب ما يفاجئش بان لما جه يعمل الاختبار حصلت مشكله في شبكه الانترنت، معنى كده ان حضرتك هتضطر تعيد الاختبار بالنسبه لهم اذا كان طبعا قطع الناس كلها. طب اذا كان في عطل بسيط بالنسبه للطالب يبقى لازم يكون مسؤول الدعم الفني يكون موجود. كل دي عناصر حضرتك بتتاكد منها ومن الصلاحيه بتاعتها. طبعا كل عضو هيئه تدريس من حضراتكم عارف البيئه الالكترونيه اللي موجود فيها ايه اللي بيدور فيها، لكن حضرتك مسؤوليه التاكد من صلاحيه البيئه الالكترونيه يوم الاختبار بتاعك انت مشارك في المسؤوليه هنا. لابد ان قبلها بيوم او اثنين او ثلاثه تكون حضرتك متاكد من ان كل مستلزماتك الالكترونيه المطلوبه لاداء الاختبار الالكتروني للطلاب بتوعك جاهزه ومتوفره، وتعرف مدى صلاحيه نقل الاختبار وتوصيله للمتعلمين، هل الطلاب هيمتحنوا في معامل ولا الطلاب هيمتحنوا في اماكنهم. لازم حضرتك تبقى عارف الصلاحيه هنا هتبقى النقل ماشي ازاي، هل الطلبه هيمتحنوا من بيوتهم
ولا هيمتحنوا في الكلية من خلال معامل مخصصة لهذا. ده بيختلف من كلية لكلية ومن مكان لمكان ومن تخصص لتخصص. في التقويم النهائي أهم نقطة تخصك أنت معرفة مدى تأمين سرية الاختبار، لأن زي ما هنعرف بعد شوية لما نطبق على جوجل فورم إن حضرتك ممكن تيجي تبعت الاختبار أنت تبعته للشعبة سين، ممكن حضرتك بخطأ يعني حضرتك خطأ غير مقصود بعته للشعبة صوت مثلا اللي هي مش امتحانها فيها، وبالتالي الامتحان ده اتسرب. فالامتحان اتسرب معناه ان لازم حضرتك تعمل واحد غيره، ولازم فمعناه ان يكون عندك بنك اسئله. سريه الاختبارات هنا معناه ان حضرتك الاختبار لما يتنقل من عند حضرتك لغايه المتعلمين يبقى رايح للاشخاص المعنيين. انا الدفعه بتاعتي مثلا 30 طالب، هم ال 30 طالب راح لهم الاختبار، ما يبقاش فيه ازيد من كده ولا اقل من كده، لان لو راح ل 29 طالب هنا هتبقى فيه مساءله. الطالب اللي هو رقم 30 ليه ما راحلوش الاختبار؟ هتقول لي ممكن الايميل بتاعه فيه مشكله. حضرتك لازم لما بتعرف صلاحيه البيئه الالكترونيه بتتاكد من ان جميع الايميلات او البريد الالكتروني الخاص بكل الطلاب عند حضرتك مفعل، وبالاخص لو حضرتك هتستخدم البريد الالكتروني الخاص بالكليه. لو بريد الكتروني شخصي هنا ممكن تقع، يبقى المساءله جزء منها على حضرتك وجزء منها على الطالب، لكن لما يبقى البريد الالكتروني الخاص بالكليه ده هيبقى مسؤوليه عضو هيئه التدريس والكليه بتاعته. مساله ان الاختبارات تتصرف في الاختبارات الالكترونيه لم تعد مقلقه بالشكل اللي كان قبل كده، نظرا لان معظم الكليات فيها بنوك اسئله، فاذا الاختبار اتسرب هتاخد نموذج متكافئ من اي اختبار لنفس الماده وتعلمه على الطلاب. كل اللي يعني التأخير هيبقى تأخير بسيط جدا في عملية التوقيت، زي ما بيحصل في بعض الكليات اللي الامتحان يتسرب الورقي وبيأجلوا الامتحان لمدة ساعة مثلا ويبتدوا ان هم يطلعوا اختبار جديد ويمتحنوا الطلاب عادي جدا ومفيش فيها أدنى مشكلة. طيب النقطة اللي بعد كده، ايه انواع الأسئلة في الاختبارات الإلكترونية اللي احنا هنقدمها ونطبقها بقى عملي بعد شوية على جوجل فورم وعلى موديل. حضرتك أنواع الأسئلة في الاختبارات الإلكترونية، أول حاجة أول نمط أسئلة إجابة قصيرة، ممكن نكتب نص قصير ونخصصها لكتابة بريد إلكتروني أو كتابة رقم أو رابط أو إجابة قصيرة محددة بأسطر. في عندنا الفقرة بتتيح للمستخدم كتابة نص طويل على شكل فقرة وبالتحكم فيها بعدد الحروف اللي مسموح كتابتها فيها، وبالتالي ده بيقودنا انك انت بتدرب الطلاب اثناء العام الدراسي على انواع الاسئله اللي انت هتجيبها لهم، سواء كانت اجابه قصيره او فقره، والفقره هتبقى محدده باسطر ولا هيبقى محدده باحرف علشان الطالب ما يتجاوزش، وبعدين لما يجي يعمل سبميت للاختبار بتاعه يبقى في مشكله ويقول له لا انت تجاوزت ويرجع يدور مره ثانيه. في نوع ثاني اسمه خيارات متعدده. النوع ده اللي هو نوع اختيار من متعدد، بس الطالب هنا بيختار اختيار واحد فقط. في نوع شبيه بيه الطالب ممكن يختار اجابتين اسمه مربعات اختيار، وده موجود في جوجل فورم. مربعات اختيار ده معناه ان سؤال اختيار من متعدد بيسمح للمستخدم اختيار اكتر من اجابه وبتكون على شكل مربعات. في نوع تاني بيستخدم في الاستبيانات هو المقياس الخطي، ده نوع بيستخدم في الاستبيانات، وطبعا بيستخدم مقياس ليكارت اللي هو من 1 لـ 5. في نوع اخر شبكه متعدده الاختيارات برضو بيستخدم في الاستبيانات وبيبقى مكون من صفوف واعمده، وده كله بيتنشئ الكتروني. في نوع جميل جدا اللي هو اسئله بتسال فيه على التاريخ، ممكن تجيب له حادثه تاريخيه معينه وبعدين تساله على التاريخ. في نوع تاني بيسال على الوقت، تجيب له وقت لما تكون مثلا انت بتسال على تفاعلات، على اوقات خاصه بتفاعلات كيميائيه او باجراءات معينه مرتبطه بالوقت، فبتجيب نوع سؤال بيتم تحديد فيه قيمه الوقت. الانواع دي كلها اللي هي سواء كانت الاجابه القصيره او الفقره او الخيارات المتعدده او مربعات الاختيار او المقياس الخطي او الشبكه متعدده الاختيارات او التاريخ او الوقت، كل ده علشان يقيس جوانب التعلم. اللي هي ايه؟ ما هي جوانب التعلم التي نقصها؟ سؤال لحضراتكم لو سمحت اكتب كل الناس في الشات. بعد اذن حضرتك، ايه طرق، ايه جوانب التعلم اللي احنا بنقيسها؟
بالنسبة للمادة العلمية إن شاء الله هتيجي لحضراتكم بعد نهاية الدورة مباشرة بإذن الله تعالى. شكرا لحضرتك دكتور أبو الفضل. تحت أمر حضرتك. فتحنا الموضوع لحضرتك بحيث إن إحنا حضرتك مشكور إن أنت مشارك معانا بوقتك ومجهودك جدا كل ده يعني تطوعي. شكرا لحضرتك جدا. أشكرك جدا يا فندم. جميع المواد العلمية اللي بتتعرض قدام حضراتكم هتيجي لحضراتكم بعد نهاية الدورة مباشرة بإذن الله تعالى. مفيش فيها أي مشكلة. أنا بس عايز حضراتكم تتفاعلوا في الشات، اكتب لي حضرتك من وجهة نظرك إيه جوانب التعلم. هتقول لي طب ما حضرتك ممكن تقولها مباشرة. أنا ممكن أقولها لك مباشرة، بس أنا عايز أعمل عصف ذهني معاك أشوف إيه اللي موجود في ذهنك بحيث إنك أنت في نهاية الساعتين يبقى كلنا اتفقنا على جوانب تعلم مثلا هنستخدمها، هنعمل لها عملية تقييم. هنبتدي إن إحنا نشوف ايه انواع الاسئله اللي تتناسب مع كل جوانب التعلم، وان شاء الله هتعرف ان في انماط كتيره احنا سايبينها او تركينها بدون داعي. شكرا جزيلا لحضراتكم. تعالوا مع بعض كده نشوف اول حاجه. اولا جوانب التعلم اللي حضرتك بتقيسها هم ثلاث جوانب: جانب معرفي، جانب مهاري، جانب وجداني. الجانب المهاري هنا انا مظلل له باللون الاحمر لان ده الاساس اللي حضرتك لازم تركز عليه اثناء عمليه القياس. دكتور محمود لو تكرمت. دكتور محمد. ايوه دكتور. هستاذن حضرتك ضيفني كو هوست علشان بعض الساده الزملاء بيكتبوا على الشاشه والوحده مش ظاهره عندي هنا. تمام دقيقه واحده. هبعت مسج بس وهرد لحضرتك. ماشي يا دكتور. شكرا شكرا جزيلا. هستاذن حضرتك بس ممكن في السكيورتي عند حضرتك اقفل الجزء الخاص بالنوتيت. يا ريت يا جماعه اللي ماسك اي حاجه بيجرب على البورد يا ريت ما حضرتك بتقفل من السكيورتي، بس لو حضرتك حضفتني كوست انا هبقفلها تلقائي من عندي. اوكي يعني مشكورك جدا. فحضراتكم احنا بنركز ليه على الجانب المهاري؟ تعالوا نتفق على قاعده ان اي مهاره جواها جانب معرفي، وبالتالي حضرتك لما تسال على الجانب المهاري انت بتغطي الجانب المعرفي، لان الجانب المعرفي هو جانب نظري بحت. طيب برضو في بعض الفروع او بعض التخصصات لازم نسال عنها على الجانب المعرفي ونسال على التذكر والفهم والتحليل والتركيب والتقويم والابتكار اللي هي مستويات بلوم. حضرتك لو هتسال على الجانب المعرفي عندك الاسئله بكافه انواعها. الجزء ده هو اللي حضراتكم انا استاذن حضراتكم ده اللي احنا هنعمل عليه الاختبار الالكتروني بعد شويه. عندك لو هتسال على الجانب المعرفي عندك الاسئله بكل انواعها المختلفه. عندك حاجه اسمها البورتفوليو اللي هو التجميع الهادف لما انجزه الطالب خلال الفتره الدراسيه اللي هو قضاها مع حضرتك. في عندك التغذية الراجعة اللي حضرتك هتاخدها من الطلاب عن الأسئلة اللي حضرتك هتقدمها لهم أو التكليفات أو الأنشطة اللي أنت هتطلبها منهم. طب الجانب المهاري في عندي الأسئلة الشفوية، في البورتفوليو، في التغذية الراجعة، في بقى الملاحظة وفي المقابلة. ليه؟ لأن حضرتك أصدق الملاحظة تعتبر أصدق أدوات القياس. لو أنا عايز أقيس أي جانب مهاري بصورة صادقة لابد أن أنا أعمل ملاحظة دقيقة للشخص اللي انا بقيمه. في عندي المقابله وطبعا المقابلات دي احدى الطرق اللي ما زالت مستخدمه في التقييم. طب الجانب الوجداني الاستبيان، لو عايز تشوف الجوانب الانفعاليه اللي موجوده عند الطلاب تطبق عليهم استبيان ممكن تشوف البورتفوليو، التغذيه الراجعه، والملاحظه والمقابله. طيب الجانب الانفعالي بيبان منين؟ بيبان من اتجاهات الطلاب، بيبان من سلوكياتهم، بيبان من تفاعلاتهم.
كل ده ممكن الاستبيان يكشفه إذا تم تطبيق الاستبيان بصورة صحيحة. وأخطر نقطة في تطبيق الاستبيان هي توقيت تنفيذ تطبيق الاستبيان. إمتى أطبق الاستبيان؟ لما حضرتك تطبق الاستبيان والطلبة بيمتحنوا علشان تضمن إن عدد الطلاب مطابق لعدد الاستبيانات، ده تستيف ورق. لأن كطالب أنا هركز في الامتحان ولا هركز في الاستبيان بتاعك؟ ده احيانا بتحصل مهازل لما بتيجي تحلل الاستبيان الخاص بالجانب الوجداني، انك انت بتلاقي ان النتائج مضلله نتيجه ان هو لما جه يقرا المفتاح من فوق هو ما فهمش ان 5 دي اعلى درجه او اقل درجه على حسب المفتاح. المفتاح بيقول له مثلا ان 1 ده هيبقى ممتاز ولا 1 ده هيبقى ضعيف، وبالتالي هو لو فهم المفتاح بطريقه خاطئه هيبقى كل الاستجابات اللي موجوده عنده استجابات بطريقه خاطئه. فجوانب التعلم اللي احنا هنشتغل عليها عندنا 3 جوانب: جانب معرفي، جانب مهاري، جانب وجداني. مشكورين، هنركز على الجانب المهاري لان جوه اي جانب مهاري في جانب معرفي. طب ايه الاسئله اللي هنستخدمها؟ عندنا كل انواع الاسئله اللي اتكلمنا عليها قبل كده. طيب حضراتكم، احنا بنعمل تقييم من اجل التعلم ولا تقييم التعلم؟ ده سؤال شفوي لحضراتكم، احب اسمع رايكم. حضراتكم، احنا بنعمل تقييم من اجل التعلم ولا تقييم التعلم؟ اساتذتي تمام، في نقعد بعض الناس بتقول لك لهم تمام. حضراتكم، احنا لما بنعمل تقييم بنعمل تقييم للاثنين، بس يفضل التركيز على التقييم من اجل التعلم، assessment for learning. assessment of learning ده التقييم الختامي او النهائي او التجميعي، ده اخر حاجه، ومعظم الطلاب بارعين جدا في اجتياز تقييم التعلم، لكن بيبقى عندهم صعوبه في اجتياز التقييم من اجل التعلم. تقييم من اجل التعلم، الطالب موجود قدامك وانت بتعمل له عمليه التقييم، بتشوف الجزء اللي انت شرحته الطالب فهمه ازاي وانهي صوره معينه هو فهمه بيها، لكن التقييم التعلم ده التقييم النهائي، ده الاختبار. وزي ما قلت لحضراتكم، الطلبه يعني متدربين كويس جدا جدا قبل ما يجوا الجامعات على اجتياز الاختبارات، بدليل انك انت ممكن تلاقي طالب جايب 99.9% في امتحان الثانويه العامه، ويجي عندك في اي كليه هو التحق بيها بتلاقي في فجوه كبيره جدا ما بين الرقم اللي هو بيقدم بيه نفسه لو حضرتك يعني بتتعرف عليهم في اول يوم، وما بين ادائه الفعلي معاك بعد كده. بتكتشف ان ليه احيانا الطالب هنا بيفقد مهارته بقى في انه يجاوب الاسئله ويحصل على الدرجه النهائيه، لانك بتعمل له تقييم من اجل التعلم اللي هو مش متعود عليه. هو متعود على تقييم التعلم، التقييم الختامي. فازاي السؤال بشكل السؤال هيجي كده؟ الاساتذه في الثانويه العامه بارك الله فيهم بيبتدي ان هم يدربوا، لما تشوف كذا هتجاوب كذا، شكل السؤال يجي لك بالطريقه دي بتجاوب بالطريقه دي، فالطالب بارع جدا في انه يجتاز الامتحان باعلى درجه. بعد كده بيعمل شحن وتفريغ لمخه، بيمسح الماده نهائيا، وبعد كده يبتدي ان هو يدخل على الماده اللي بعدها وهكذا. لما اللي بيكشفه دايما التقييم من اجل التعلم. عايز تتاكد من مهاره اي طالب عند حضرتك في المحتوى اللي انت بتقدمه، اعمل له تقييم من اجل التعلم، اللي هو اثناء ما حضرتك بتشرح او بعد فتره بسيطه من الشرح، المهم ان هو اثناء العام الدراسي او اثناء الفصل الدراسي او اثناء انتقال حضرتك من باب الى باب اخر او من فصل الى فصل اخر. فاضل عندنا نقطه بسيطه، وبعد كده هندخل على الجانب العملي اللي هي تصميم جدول مواصفات الاختبار الالكتروني. كم واحد من حضراتكم صمم جدول، استخدم جدول مواصفات للاختبار اللي هو عمله، سواء كان ورقي او الكتروني؟ أساتذة، أحب أسمع رأي حضراتكم، كم واحد من حضراتكم استخدم جدول المواصفات؟ تمام تمام جميل جدا. طيب كم واحد من حضراتكم استخدم جدول مشابه لهذا الجدول؟ تمام. حضرتك جدول مواصفات الاختبار الالكتروني هو زي جدول المواصفات
دكتور هشام اتفضل يا فندم. دكتور هشام اتفضل، حضرتك رافع ايدك. دكتور هشام اتفضل. أول حاجة على اليمين هنا بيبقى المحتوى، الموضوعات بتاعت حضرتك، الموضوع الأول الثاني الثالث الرابع، أو الباب الأول الثاني الثالث الرابع الفصل وهكذا، بتزود عدد الموضوعات. عدد اللقاءات أو المحاضرات اللي حضرتك اديتها لكل موضوع علشان تحسب الوزن النسبي بتاعه. لأن لا يعقل أبداً إن الموضوع الأولاني اللي اتاخد في محاضرة واحدة يتساوى مع الموضوع الثالث اللي اتاخد في خمس محاضرات. هنا كل حاجة بتبقى محسوبة بطريقة معيارية، بس أهم جزء عندنا هو الجزء المرتبط بالأهداف التربوية. الموضوع الأولاني كان فيه ثلاث أهداف تذكر واثنين هدف فهم وهدف تطبيق، ما كانش فيه الأهداف اللي أو مستويات بلوم العليا. الموضوع الثاني كان فيه أهداف أقل في التذكر، أهداف أعلى في الفهم، أهداف في التحليل وفي التركيب والتقويم وهكذا. فبناء على كده حضرتك بتبتدي تحدد مستويات الأسئلة اللي انت هتجيبها طبقا لمستويات بلوم حضرتك، التذكر والفهم والتطبيق والتحليل والتركيب والتقويم، وطبعا الابتكار ده اللي اضافه تلامذة بلوم في هرم بلوم الحديث، وسموه هرم بلوم الحديث تقديرا لأستاذهم. حضرتك الأسئلة كل ما بتقرب، يعني كل ما بتتجه في أعلى الهرم، عدد الأسئلة بيبقى في نوع من الابتكارية بشكل ما. السؤال الابتكاري نفسه هو السؤال اللي حضرتك بتطلب من الطلبة ان هم يفكروا فيه خارج الإطار التقليدي اللي متعرف عليه، وان هم يبتدوا يفكروا زي ما احنا بنقول خارج الصندوق علشان تفصل الطلاب الفائقين عن الطلاب المجتهدين، عن الطلاب اللي هم حابين ان هم ينجحوا وخلاص. بعد كده حضرتك بتبتدي انك انت تستوفي العناصر اللي موجودة في الجدول. اهم حاجة نقطة فيها ان حضرتك تبقى عارف الاهداف التربوية اللي موجودة عندك ماشية ازاي، وده عمره ما يجي الا عن طريق تحليل محتوى المادة اللي حضرتك بتعملها. يبقى اذا مفتاح الاختبار الالكتروني اول حاجة عندي نواتج التعلم المستهدفة، بعد كده ان انا ابتدي اشوف الاهداف التربوية اللي موجودة عندي، بعد كده ان انا اعمل جدول مواصفات الاختبار الالكتروني. طيب علشان نستخدم الادوات المجانيه في نشر الاختبار الالكتروني هنبدا اول حاجه عندنا بجوجل فورم. لحظه واحده مع حضراتكم. حضرتك عشان تستخدم جوجل فورم لازم يكون عند حضرتك ايميل على الجيميل، وده عملية سهلة جدا جدا. حضرتك مطلوب منك انك انت تعمل بريد الكتروني على الجيميل، في نفس الوقت حضرتك بتيجي انك انت بعد ما تدخل على الايميل بتاع حضرتك بتدخل على الدرايف. حضرتك بعد ما تدخل على الدرايف بتبتدي انك انت تختار جديد، ومن جديد بختار نماذج جوجل. اول ما بيطلع لك النموذج بيطلع لك حاجه اسمها نموذج بدون عنوان. انا عايز حضراتكم دايما تبقى عينيكوا على الجزء الفاضي اللي بعد النجمه ده اللي انا بحرك عندها الماوس. ليه؟ اي حاجه حضرتك بتعملها هنا هو بياخد اجراء بعدها على طول. نموذج بدون عنوان، لا النموذج هنا بله عنوان اختبار قبلي مثلا. ايه اللي بيحصل هنا؟ بيطلع حاجه اسمها جار الحفظ، تم حفظ جميع التغييرات في درايف. حضرتك بعد ما حفظت هنا جميع التغييرات في درايف، حضرتك لو جيت مسحتها بتبتدي انها تتمسح مره ثانيه. بتبقى حذر جدا اثناء ما انت بتعمل الاجراء ده. اختبار قبلي، وصف النموذج، او مثلا اختبار
الفرقة الأولى بكلية كسب. السؤال لو أنا بيقول لي سؤال بدون عنوان، لا سؤال له عنوان تضغط عليه. الوضع الافتراضي ان هو بروح فاتح لك حاجه اسمها خيارات متعدده. طيب السؤال ده انا مش عايزه خيارات متعدده، انا عايزه اجابه قصيره. اروح فاتح علامه السهم دي ومختار بقى، ادي كل انواع الاسئله اللي انا كلمت حضراتكم عليها. اجابه قصيره، فقره، خيارات متعدده، مربعات اختيار، قيمه منسدله، تحميل ملف، مقياس خطي، شبكه متعدده الاختيارات، شبكه مربعات الاختيار، التاريخ والوقت. طيب انا دلوقتي ده اختبار، انا هعمل ايه في الاختبار دلوقتي؟ اول حاجه انا عايز اسم الطالب، فاجي اقف هنا عند السؤال الاولاني ده واقول له اسم الطالب. طالما كتبت اسم الطالب لو سمحت اروح فاتح خوص كده واقول له رباعيا عشان تريح دماغك من الايه؟ الاسماء المتشابهه. يبقى انا حضرتك اخترت كتبت كلمه اختبار قبلي، هو حافظ اختبار الفرقه الاولى بكليه كذا، هو حافظها. اسم الطالب ده اول حاجه انا طالبها منه في الاختبار الالكتروني. وجيت هنا اخترت اجابه قصيره. شايفين العلامات دي؟ العلامات دي لو انا عايز اكرر السؤال، ده لو عايز احذفه، ده لو عايز افرضه اجبارا عشان الطالب لازم يستجيب على الجزء ده، فبروح مختار التفعيل بتاعه هنا. طالما اتغير اللون بتاعه كده بقى مفعل، معناه ان انا بعد شويه هلاقي فيه نجمه حمراء هنا صغيره هتظهر جنب اسم الطالب، فمعناه ان الطالب لازم يملا الجزء اللي موجود ده. طيب هنا العلامات دي، علامة الزائد دي معناها انك تضيف سؤال. هنا لو انت هتعمل استيراد اسئلة من ملف مسبق، هنا لو هتضيف عنوان او وصف للسؤال، هنا لو هتضيف صورة، هنا لو هتضيف فيديو، هنا لو هتضيف قسم جديد. فتعال نضيف سؤال. ايه اللي ظهر بعد السؤال بعد اسم الطالب؟ ظهرت علامة النجم، معناه ان هو الطالب لما يجي يعمل انهاء لهذا الاختبار لازم البرنامج نفسه هيرجعه علشان يبتدي يكتب اسم الطالب هنا رباعي. نيجي في السؤال الاولاني بتاعنا اللي احنا هنعمله سؤال اختيارات من متعدده. الافضل ان حضرتك تكون مجهز الاسئله بتاعه حضرتك وكاتبها في ملف وورد خارجي، علشان لما تيجي حضرتك تاخد الاسئله تبقى الاسئله دي تمت مراجعتها وما يحصلش اي خطا اثناء الكتابه، ولكن ممكن انك انت تكتب. تعالوا مع بعض كده نشوف سؤال ونبتدي ان احنا نختار. انا هختار نموذج واريه لحضراتكم. دكتور معذره على المقاطعه، اسف المقاطعه، لو في تعليمات خاصه بالاختبار ممكن يقبل، ممكن يقبل مني لحد كام ووردز يعني؟ دكتور احمد بعد اذن حضرتك، دكتور بالفضل انا بشكر دكتور احمد بسؤاله، بس يا جماعه بعد اذن حضراتكم يا ريت يكون في ترتيب في عرض الاسئله بحيث ان احنا السيشن تبقى ماشيه مظبوط. بس اوكي يا فندم مفيش مشكله، انا برضو قصدت هنا تعليمات الاختبار بالفعل لان احنا لسه ما دخلناش في الاسئله، فهي فعلا بتبقى في المقدمه. ايوه فندم. انا بس انا اقصد نستفيد من خبره دكتورنا استاذنا الدكتور ابو الفضل، لو عندي تعليمات خاصه بالاختبار ممكن هنا نماذج جوجل فورمز تقبل مني قد ايه؟ يعني تاخد مني مثلا سطرين، عدد كلمات قد ايه، عدد حروف قد ايه؟ حاضر يا فندم، هعمل لحضرتك هنا هو القسم، هنلغي السؤال ده خالص. شكرا ليك يا دكتور. شكرا يا فندم. ادي السؤال اتحذف. جينا لحضرتك دكتور احمد، عندي فينا قسم اهوت، القسم الاولاني اختبار كذا بكليه كذا، قسم بلا عنوان، لا بعنوان، اروح كاتب تعليمات الاختبار. ده القسم الثاني، يبقى القسم الاولاني انا ضفت فيه العنوان بتاع الاختبار بتاعي، القسم الثاني هحط فيه التعليمات بتاعه الاختبار. زي ما قلت لحضرتك انت بيفضل انك انت تكون كاتبها في ملف، انا كاتبها في ملف خارجي اهوت، وهجيبها لي اروح حاططها في التعليمات بتاع الاختبار، الوصف بتاعها واروح حاططها. ظهر كده قدام حضراتكم؟ ظهر يا فندم؟ ظهر. تمام. تعليمات الاختبار هنا حضرتك انت اللي بتحدد
لان انت هنا ما اديتوش في التعليمات عدد معين من الاسطر، انت ما طلبتش منه عدد ان هو يربطها مثلا بسطر او بسطرين او بثلاثه، ولا قلت له ان هي اجابه قصيره، ده انت حددت قسم وبتحط فيه تعليمات. ممكن تحط صفحه صفحتين نص صفحه زي ما انا حطيت قدام حضرتك كده اهوت، ادي مثلا هنفترض ان ديت في الصفحه الوورد واخده حوالي ثلث صفحه. طيب انا عايز اديله مثال كمان علشان يطبق عليه، هرجع للصفحه اللي انا حاطط فيها التعليمات بتاعه الاختبار وابتدي ان انا اخده واجيبه هنا مره ثانيه، واجي في الجزء اللي هو هنا واروح ضايف تعليمات الاختبار. انا ضفت تاني فوق اللي انا كنت كاتبه قبل كده، ضفته موجود هنا اهو، بقى موجود في القسم الثاني. ادي القسم الاولاني وادي القسم الثاني بتاع حضرتك قدام حضرتك اهوت، موجود فيه تعليمات الاختبار، وبقول له الاجابه الصحيحه بتظليلها كما هو موضح بالمثال الثاني، وابتدي ان انا ايه اطلب منه او احط له اي نوع من انواع التعليمات اللي انا بألزمه بيها. لغايه دلوقتي احنا ما دخلناش في الجزء المخصص لانك انت تطلب منه عدد معين من الاسطر. انا بضيف دلوقتي الاقسام بتاعتي، اجي اضيف هنا قسم جديد، اضافه قسم. طيب الجزء اللي حضرتك عملته ده تعالى كده ان احنا نلغيه مره ثانيه، رحنا لغينا اهوت حذفينه وجينا هنا ثاني بنقول له ضيف سؤال. يبقى انا الوصف هنا كاتب لك كلمه ايه؟ اختياري، يعني حضرتك ممكن تحطها وممكن انك انت ما تحطهاش. احنا حطيناها وبعدين لغيناها، هنبتدي ان احنا ممكن تضيفها مره ثانيه لو انت حابب. اهي تعليمات الاختبار. ضفنا تعليمات الاختبار، جينا هنا عند السؤال. التعليمات قدامه اهي موجود. السؤال الاول اللي بعد كده، السؤال ده انت عايزه ايه؟ اجابه قصيره ولا فقره ولا خيارات متعدده ولا الكلام ده؟ لو اجابه قصيره هنا قلنا ان اشهر سؤال عندنا اللي هو بنكتب منه ان هو اسم الطالب. طيب لو انا مش عايز سؤال بقى، انا قلت ان انا بكتب هنا بفضل انها تكون اسم الطالب رباعيا، حضرتك نص الاجابه القصيره بتبتدي انك انت تعمله مطلوب. ممكن انك انت تقول له الوصف عايزه مثلا هنا بقى في حدود ايه التعليمات اللي حضرتك عايز تحطها له هنا، ونص الاجابه القصيره بتجيبها من الجزء ده وبتقول له ممكن تعمل له تحقق من صحه الرد لو انت عايزه. مثلا لو انا شلت ده وقلت رقم الجلوس، رقم الجلوس هنا الطالب ما ينفعش يكتب لي فيه كلام نصي، لازم يكتب لي ارقام، فبقول له الرقم بيطلب منه رقمه اكبر من ولا يساوي، اختار مثلا يساوي الرقم اللي انا عايزه وابتدي ان انا احط له بقيه الايه التعليمات. طيب لو فرضنا ان انا جيت هنا قلت اسم الطالب رباعيا، حضرتك بتيجي عند هنا هيبقى نص يحتوي على ولا لا يحتوي على، يعني انت بتحدد له التعليمات وبيقول لك انت عايزه يحتوي على كلمات معينه نص معين. لو عايز الطالب هنا بعد ما يكتب اسمه رباعي يكتب بعد منه البريد الالكتروني، ممكن انا اجي هنا اقول له البريد الالكتروني هيبقى نص يحتوي على عنوان البريد الالكتروني وهكذا، اجابه قصيره. لو غيرت هنا هتبقى مشكله لان انت حضرتك هنا الجزء ده عايز اجابه قصيره. طيب حذفنا السؤال ده، تعال نعمله من الاول، بضيف سؤال. هنا بقى لما جيت احذف بيقول لي تم حذف عنصر تراجع، ممكن لو اخترت تراجع يرجعني مره ثانيه، ما اخترتش تراجع هو بعد كده بينفذ التعليمات بتاعتي. الوضع الافتراضي لما بتطلب اسئله في جوجل فورم ان هو بيدخلك على خيارات متعدده، واتفقنا ان احنا عندنا في جوجل فورم في عندنا نموذجين، في خيارات متعدده وفي مربعات اختيار. خيارات متعدده سؤال له اجابه واحده صحيحه، خيارات متعدده اجابه سؤال له اكثر من اجابه صحيحه. هنا باجي اكتب راس السؤال، يفضل زي ما قلت لحضراتكم ان انا يبقى عندي نموذج الاختبار بتاعي معد في ملف خارجي. تعالوا مع بعض نشوف نموذج. السؤال الاولاني بتاعي لو انا مثلا خدت السؤال ده بقول له ادي سؤال يوصف الهدف الذي يساعد على تقييم تعلم المتعلمين بانه، انا عامل الاختيارات بتاعتك ممكن تكون اختيار 2 3 4، حضرتك بتضيف الاختيارات اللي انت عايزها بالضغط على كلمه اضافه خيار.
طب فرضا انا عندي خمس اختيارات وبعدين ضفت اختيار سادس، باجي اروح عند علامه الاكس اللي موجوده هنا وابتدي ان انا اعمل لها عمليه ايه؟ حذف. فحضرتك باجي عند الخيار الاولاني بكتب اللي انا كنت محدده ليه قبل كده. طبعا يفضل ان هو يكون مكتوب في ملف خارجي عشان يساعد في ان حضرتك تنفذ الاختبار بسهوله وبسرعه. ادي الاختيار رقم 3، ادي اختيار رقم 4، وادي بعد كده الاختيار رقم 5. لاحظتوا ايه في الكتابه هنا؟ ان في علامه ناقصه كانت موجوده عندك، فبترجع تاني للملف اللي كان موجود. وتتأكد إن جميع الأسئلة، إن السؤال اللي حضرتك حطيته جميع البدائل اللي هي نفس الشكل اللي موجودة فيه. لغاية دلوقتي أنت عمال بتكتب، لسه لغاية دلوقتي ما عملتش أي إجراء. أنت كتبت السؤال، فكتبنا السؤال بإنه يوصف الهدف الذي يساعد على تقييم تعلم المتعلمين بأنه هدف محدد، هدف قابل للتحقق، هدف ذو صلة، هدف قابل للقياس، هدف ذو معنى. لاحظتوا ايه؟ ايه ملاحظات حضراتكم على السؤال وعلى البدائل؟ ده مطلوب في الشات عشان حضرتك هتكتب السؤال. لاحظت ايه على رأس السؤال وعلى البدائل اللي موجوده؟ اتفضل يا فندم. جميل جدا، وجود اجابات بتوحي باجابه واحده. هي مش بتوحي باجابه واحده، هي بتجبر الطالب انه يفكر في جميع البدائل كان كل بديل ينفع يكون هو الاجابه الصحيحه او البديل الصحيح. تعالوا حضراتكم نشوف الفنيات عشان الوقت. حضرتك لما بتيجي تكتب راس اي سؤال اختيار من متعدد بتتاكد ان هو اولا مرتبط بناتج تعلم حضرتك اشتغلت عليه، ان يكون قصير وصحيح لغويا وانه مفهوم بالنسبه للطلاب. حضرتك ان لما بتيجي تعمل البدائل، البدائل اللي بتبقى ممكن تبقوا بديلين 3، 4، أو 5، الافضل ان هم بيبقوا من 4 لـ5 بدائل. السؤال اللي موجود معانا بيتميز بانه له 5 بدائل. البدائل هنا متجانسه في المحتوى بتاعها، كلمه هدف اللي موجوده في راس السؤال متكرره 5 مرات في البدائل اللي موجوده، عدد البدائل متقاربه في عدد الكلمات، يعني هتلاقي الف كلمتين وهتلاقي باء 3 كلمات، جيم 3 كلمات، دال 3 كلمات، وهاء 3 كلمات. معنى كده ايه؟ ان يجوز لك انك انت تزود كلمه او تنقص كلمه، يفضل ان هي تكون متقاربه في الطول قدر المستطاع. كل ما كان السؤال متقارب في البدائل بتاعه السؤال متقاربه في الطول يعني قدر المستطاع، ده بيبقى فنيه عاليه جدا بالنسبه للسؤال، لانها بتجبر الطالب انه يفكر في كل سؤال في كل بديل كما لو كان هو الاجابه الصحيحه الخاصه بهذا السؤال. لغايه دلوقتي حضرتك احنا كتبنا السؤال وكتبنا البدائل بتاعته. حضرتك لازم نيجي عند كلمه مطلوب هنا ونعمل تفعيل. ليه؟ علشان نجبر البرنامج ان يطلع السؤال ده بالنسبه للطلاب، وان ده يبقى سؤال مطلوب فعلا لغايه دلوقتي.
هل كده لو احنا بقى كملنا على نمط الامتحان بنفس الشكل ده، باجي هنا اقول له ضيف سؤال، او ممكن استورد اسئله، ممكن اضيف عنوان، ممكن اضيف صوره. انا عايز اتكلم مع حضراتكم الاول في اضافه صوره. في اضافه صوره لو ضغطت عليها لازم اكون محدد مكان الصور اللي موجوده عندي. على سبيل المثال هتحملها من الانترنت ولا من الكاميرا ولا باستخدام اليو ار ال الخاص بيها، ولا عندك صور ولا جوجل درايف اللي موجود، ولا هيبحث هو في جوجل. طب فرضا ان عندك انت صور موجوده على الكمبيوتر بتاع حضرتك، بقول له تصفح. لما بيقول لي تصفح بيروح داخل على داونلود مثلا، بيدخل على بيتشر الخاصه بيك، بختار اختبار، بقول له اوبن، فراح مطلع لي الصوره بتاعتك. تمام كده؟ حضرتك دلوقتي اخترت الصورة، ممكن تختار ملف فيديو لو عندك ملفات فيديو. يعني أنا هنا مثلا عايز أضيف عنوان ووصف، أدي عنوان الصورة، تضيف العنوان اللي أنت عايزه. ممكن إنك أنت تضع الوصف بتاعها، ممكن إنك أنت تحذفه. عنوان الصورة مثلا ممكن اسميه اختبار الكتروني. لغاية دلوقتي احنا عمالين بنحط الاسئلة. شايف حضرتك علامة الترس اللي موجودة دي او الاعدادات؟ لما تضغط عليها لازم تختار كلمة اختبارات، علشان جوجل يعتبر ان اللي حضرتك بتعمله ده اختبار، وتعمل عملية تفعيل للاختيار اللي هو جعل هذا اختبار. بعد كده بيجي يديك حاجه اسمها خيارات الاختبار. اصدار الدرجه، الدرجه اللي انت عايزها هتبقى مباشره بعد كل سؤال ولا في وقت لاحق بعد المراجعه اليدويه؟ طيب بالنسبه للطالب يشوف الاسئله غير الصائبه ولا الاجابه الصحيحه ولا قيم النقاط. باجي اقول له لا خليهم هم الثلاثه، انا عايز اشوف الاسئله غير الصائبه، وعايز اشوف الاجابات الصحيحه، وعايز اشوف القيم بتاعه النقاط اللي هي موجوده. ابتدي ان انا اقول له حفظ. طيب بعد كلمة الإعدادات في عندنا حاجة اسمها معينة، بختار معينة، باجي أقول له هنا التالي، بيروح مطلع لي الحاجات اللي جنبها النجمة هي الحاجات المطلوبة. تعليمات الاختبار موجودة قدام آيات، بيقول له إن هذا الاختبار وضع لقياس تحصيلك لمحتوى المادة العلمية المرتبطة بمهارات استخدام استراتيجيات التعليم الإلكتروني، وهو لأغراض البحث العلمي فقط، وجميع إجاباتكم محل السرية التامة. لو أنا بعمل مثلا نموذج تجريبي علشان أو بعمله على عينة وهم خايفين ان دي تستخدم ضدهم او تستخدم في اجراء غير البحث العلمي، فانا بطمنه فيها. ممكن اقول له ان زمن الاختبار 25 دقيقه، فرصه اختيار الاجابه فرصه واحده فقط، لان حضرتك لما تيجي عند في جوجل فورم ممكن تختار في ممكن تختار اكثر من نموذج من اختيار، ممكن الطالب يجاوب اكثر من فرصه لو انت فتح له الاختبار مباشره ويدخل عليه اكثر من مره. بيحتوي، بقول له طبعا ان الاختبار هنا بيحتوي على 30 مفردة من نوع اسئلة الاختيار من متعدد، حيث يتبع كل سؤال خمسة بدائل للاجابة، احدى هي الاجابة الصحيحة، وعليك ان تختار الاجابة الصحيحة بتظليلها. هنا التعليمات لابد انها تكون واضحة تماما، هو بيبتدي يختار الاختيار اللي هو عايزه. لما بيفكر في كل بديل من دول كأنه البديل الصحيح، معناه ان هو فكر خمس مرات في السؤال الواحد، ودي ميزة من اسئلة الاختيار من متعدد اللي هي موجودة عندي. طيب دلوقتي بعد كده لما اجي ابعت الاختبار بتاعي ده هعمل ايه؟ هتيجي تقول له ارسال. ارسال لمين؟ هنا بقى الخطا اللي بيقع فيه بعض الناس، عن طريق البريد الالكتروني. لو انت ظللت الجميع عناوين البريد الالكتروني، كل العناوين اللي موجوده في القائمه عند حضرتك هيبتدي ان هو يبعت لها مباشره، وهنا هيبقى في مشكله لو راح لشخص غير منوط بيه ان هو يطلع على مثل هذا الاختبار. هنا حضرتك لازم تكون حذر جدا جدا. ممكن انك انت تبعت بريد الكتروني، تبقى عامل قائمه للاختبار للناس اللي انت هتختبرهم، وبعدين تاخدها كوبي وبيست تحطها في البريد الالكتروني. عايز بقى هنا تبعت له رساله، دعوه لملء نموذج، بتختار هنا. ممكن تضيف متعاونين. هنا جوجل فورم يعني حاسس بالاعداد الكبيره اللي موجوده في الكليات واللي هيتعمل لها الاختبارات، فبيقول لك بدل ما عضو هيئه التدريس بمفرده هيبتدي ان هو يعمل الاختبار لوحده، لا ممكن يضيف متعاونين معاه.
المتعاملين هنا هيطلعوا على الأسئلة وهيطلعوا على ردود الإجابة بتاعت ردود الفعل بتاعت الطلاب أو الإجابات بتاعتهم، ويبقى لهم صلاحيات محددة. أنت لما بتضيفهم بيبتدي إن هو يبعت لهم نفس اللي بيجي لحضرتك وبيروح للطلاب، وبعد كده بتقول له إرسال. بس قبل ما تبعت إرسال لو تكرمت بقى راجع البريد الإلكتروني علشان تتأكد إنك أنت بعت لكل الطلاب اللي موجودين في الدفعة عند حضرتك. طيب هل انت لما تيجي تبعت هتبعت عن طريق الفيسبوك او التويتر؟ حضرتك يفضل في البدايه ان حضرتك تلتزم بنموذج جوجل وتبعت عن طريق الايميل بتاع حضرتك. طيب الشكل العام بتاع الاختبار هنا، في واحد مش عاجبه مثلا الالوان اللي موجوده هنا، فممكن ان هو يجي هنا في الجزء الاولاني اللي هو الخاص بكلمه تخصيص المظهر اللي انا بحرك عندها الماوس دي واضغط عليها، ويبتدي يختار بقى اللون اللي هو عايزه. اي لون يعجبك اختاره، هتلاقي الشاشه عماله بتتغير طبقا للون اللي انت بتغيره، او انك انت تسيب اللون الافتراضي اللي كان موجود طبعا. فهتلاقي فيها جزء لون للخلفيه، ممكن لو انت ممكن تلغيها خالص، ممكن اللون بدرجه معينه او بدرجه اخرى، ممكن انك انت تختار نمط الخط هيبقى اساسي ولا زخرفي ولا رسمي ولا مرح. يفضل ان يبقى اساسي علشان تبقى هنا، الا اذا كان عند حضرتك بقى بعض الأسئلة المرتبطة بمحتوى مرتبط بالزخرفة أو محتوى مرتبط بالرسومات، فأنت بتختار الشكل اللي أنت عايزه منه بحيث أنك أنت تضمن أنك أنت عملت اختبار ملائم لنواتج التعلم وملائم لخصائص المتعلمين اللي هم موجودين عند حضرتك. هنا جوجل على حسب الأقسام، احنا عملنا قسمين هنا، القسم الخاص بيه الاختبار القبلي اللي فيه البيانات، والقسم الثاني اللي هو فيه تعليمات الاختبار. بعد القسم واحد بيقول له المتابعه الى القسم التالي، وعامل له مثلا الطالب ممكن ينتقل مباشره الى القسم واحد، او ان هو ممكن يدخل الى القسم اثنين مباشره ويبتدي يظهر قدامه بنفس الشكل ده. طيب بعد ما حضرتك خلصت الكلام ده، انت عايز بقى تحط الزمن اللي هو موجود عنده، هتيجي عند حضرتك عند كلمه المزيد اللي موجوده هنا فوق دي، وتضغط عليها وتختار، هتلاقي فيها تراجع، انشاء نسخه، نقل المعاملات، الحصول على الرابط، الطباعه، اضافه متعاونين، محرر النص، والاضافات. اهم حاجه هنا اللي يهمك عشان تضيف الزمن بتدخل على الاضافات. لما بتدخل على الاضافات بيطلع لك برنامج اللي هو اسمه فورم ليميتر ده، بتبتدي انك انت تضغط عليه وتبتدي تحدد الزمن اللي انت عايزه فيه، وبيبتدي ان هو كل اللي انت حابب انك انت تعمله فيه بيبقى موجود في الجزئيه ديت، بتبتدي انك انت تخصصها، وبعد كده ترجع مره ثانيه للاختبار بتاع حضرتك. في طريقه ثانيه برضو ممكن انك انت تدخل في الاضافات، وهتلاقي في برامج ثانيه زي التايمر اللي موجود اللي هو عليه علامه الساعه ده. طيب لو ما لقيتش البرنامج ده بتيجي في السيرش هنا وبتكتب كلمه فورم ليميتر، بتبتدي ان هو البرنامج بيظهر لحضرتك. في بعض النسخ بعض النماذج بيبقى موجود فيها، وفي نماذج اخرى ما بيبقاش موجود فيها. انت حضرتك بتبحث هنا في الجزء ده اللي هو البحث في ابس، بتكتب كلمه فورم ليميتر، بتبتدي ان البرنامج يطلع لك وتحدد الزمن اللي انت عايزه، سواء كان هيخلص بعد ربع ساعه ونص ساعه او ساعه. المهم ان حضرتك لما بتعمل الكلام ده كله بالنسبه للطلاب، البرنامج نفسه بيبتدي يسهل عليك عملية الاختبار أيا كان عدد الطلاب اللي حضرتك بتقدم لهم النموذج ده. طيب إيه بقى المشكلة الأساسية اللي هتصادف حضرتك هنا؟ المشكلة الأساسية اللي هتصادف حضرتك إنك ما تكونش عديت الاختبار في ملف خارجي، وبالتالي لابد إن حضرتك مثلا هتجيب اختبار من 30 سؤال، ال 30 سؤال يكونوا جاهزين في ملف خارجي، هعرضه على حضراتكم برضو بحيث ان انت تبقى شايف ازاي بيتعمل. باجي هنا حضرتك اروح فاتح ملف وورد وعامل فيه مسميه نموذج اختبار، بحط فيه تعليمات الاختبار، بكتبها، براجعها، بشكل بعض الكلمات لو انا عايز اشكلها، ببتدي ان انا لو حبيت اشيل كلمه او اضيف كلمه هيبقى سهل جدا بالنسبه لي من غير ما اقلق من ان جوجل حفظ اللي انا عملته او ما حفظوش. ببتدي بعد كده ان انا اشوف ان تعليمات الاختبار هنا مكتوبه بصوره صحيحه، وفي مثال هنا. المثال ده لابد ان انا يكون فيه مفتاح الاجابه، فباجي مثلا هنا
في المثال اللي موجود عندي يوصف الهدف الذي يساعد على تقييم تعلم المتعلمين بأنه هدف محدد، هدف قابل للتحقق، هدف ذو صلة، هدف قابل للقياس، وهدف ذو معنى. الإجابة بتاعتي هدف قابل للقياس. معنى كده إيه؟ معنى كده إن المثال اللي أنا جبته ده مش هجيبه في الأسئلة تاني، ده أنا هتدخله أصلاً في تعليمات الاختبار علشان الطالب يسترشد بيه ويبتدي إن هو يعرف إيه الإجابات هتمشي إزاي وإيه الشكل بتاع الاختبار. يبقى أنا كده اديت الطالب نموذج للاختبار، اديت الطالب نموذج للأسئلة ازاي ان انا ازاي الطالب هيجاوب، وادي المثال اللي موجود معايا. باجي بعد كده على أسئلة الاختبار التحصيلي اللي موجودة عندي، ممكن تعملها في جدول، ممكن تكتبها من غير جدول، لكن يفضل انك انت تكتبها. ولو لاحظتم هنا ان حضرتك أنا حاطط الأسئلة من غير ما أكون محدد الإجابة بتاعتها. ليه بقى؟ لأن حضرتك لو الامتحان ده اتسرب معناه أنه اتسرب بنموذج الإجابة. الحاجة التانية إن لو حضرتك هتاخد كابي وبيست من الاختبار ده علشان تحط في جوجل فورم، معناه أنك أنت لو مظلل الإجابة الصحيحة هتبقى بارزة قدام الطالب في المكان اللي مخصص ليها، وبالتالي هيبقى أنت اديت الطالب الامتحان بنموذج الإجابة. فبتعمل نموذجين، نموذج بيبقى خاص للأسئلة بسميه نموذج الاختبار، ونموذج تاني بسميه نموذج الإجابة. وابتدي إن أنا أكتب الأسئلة بتاعتي كلها زي ما حضراتكم شايفين كده، وابتدي إن أنا في الآخر خالص خالص أنا أتأكد إن أنا عندي 30 سؤال طبقا للتعليمات اللي أنا قايلها له. أنا قايل له هنا إن هيحتوي هذا الاختبار على 30 مفردة من نوع أسئلة الاختيار من متعدد، وكل سؤال هيبقى له 5 بدائل. كده انت حضرتك عملت الاختبار وبعته للطلاب، الطلاب هيبتدي ان هم يستجيبوا عليه وهيظهر عند حضرتك طبقا للبريد الالكتروني اللي موجود عند حضرتك. طيب هل في طريقه تانية نقدر ان احنا نبتدي نعمل عليها، نعمل اختبار الكتروني باداه مجانيه؟ ممكن ان احنا نعمل طريقه تانية خالص، ممكن ان احنا نستخدم حاجه اسمها موديل. تعالوا مع بعض كده نشوفه سريعا، وبعد كده نرجع للجزء اللي كنا بنشتغل فيه. ده انا قفلت خلاص، ده النموذج برضه اتقفل. ظهر قدام حضراتكم دلوقتي lms.dr.abouelfadl.com. ظهر يا فندم قدام حضراتكم أساتذتي، ظاهر قدامكم دلوقتي نموذج موديل. ظاهر يا دكتور بالفضل. أشكرك. حضراتكم أدي اختبار قبلي، ده نموذج أهوت. طبعًا أجمل ما فيه هنا إن أنت شايفين العلامة اللي هي عند كلمة شافل دي اللي هي خلط الأسئلة، لو أنا شلتها معناه إنه مش هيخلط الأسئلة. لا، أنا دايمًا بأكد له عليها وبقول له اخلط الأسئلة من فضلك، اخلط الأسئلة على أساس إن هو لو الطلاب قاعدين جنب بعضهم مش هيحصل إن يبقى في نوع من التداخل ما بين الطلاب وبعضها، وبين ان هم يبقى في نوع من الغش. باجي حضرتك هنا عند الادمنستريشن بختار edit quiz، وباجي عند كلمة add ببتدي ان انا اختار. بيجي يقول لي بقى انت هتختار new questions ولا from question bank ولا random question. حضرتك احنا لسه بننشئ الاختبار فهنختار new questions. بيبتدي ان يطلع لك انماط الاسئله اللي انت ممكن تستخدمها في موديل. طبعا الفرق ما بين جوجل فورم واستخدام موديل هنا ان جوجل فورم ده موجود على البريد الالكتروني الخاص بجيميل، ومعاه مساحه حوالي 15 جيجا مجانيه لكل بريد الكتروني، وبالتالي حضرتك مش هتدفع فيه اي اشتراكات، هيبقى عندك مخزن الكتروني مساحته 15 جيجا تقدر انك تخزن عليه بعض الملفات الخاصه بحضرتك. بالنسبة للموديل لازم يكون عند حضرتك الموقع نفسه موجود، موقع خاص بالكلية متحمل عليه نسخة موديل وتبتدي انك انت تشتغل عليه. هنا بقى حضرتك لو فرضنا انك انت بتعمله لنفسك، هنا هتدفع فلوس، هتدفع على الدومين وهتدفع على السنوات اللي هي انت حاجز بيها الموقع ده لنفسك. فبيبقى نوع من هو أداة مجانية مفتوحة المصدر
لكن الإجراءات المرتبطة باستخدامه فيها نوع من التكلفة. علشان كده أنا عايز حضراتك دايما فكر في جوجل فورم أو استخدم موديل إذا كان متاح على موقع الكلية بتاع حضرتك. بيبتدي إن هو يختار كل أنواع الأسئلة اللي موجودة عند حضرتك. ممكن إنك هنختار برضو multiple choice questions على أساس إن إحنا عندنا الامتحان جاهز على multiple choice questions وأجي أقول له إن هو edit. بيجي يقول لي هنا اسم السؤال، أقول له مثلا السؤال الأول. طبعا أي حاجة جنبها علامة النجمة الحمراء هنا معناه إجباري، لأنه عمره ما يقبلها إلا إذا حضرتك عملتها. فبيجي هنا في الكويتشن تكست ببتدي إن أنا أختار أي سؤال أنا كنت عايزه من هنا. مثلا تعالوا نطبق على نفس النموذج اللي إحنا طبقنا عليه في جوجل فورم. أختار مثلا الجزء الأولاني ده. لما أنا جيت ضغط على هنا راح مطلع لي رسالة You must apply a value here، لازم إنك أنت تحط قيمة هنا. فأبتدي إن أنا أحط قيمة، خلاص اتشالت الرسالة اللي هو كان باعتها لي، وأبتدي إن أنا أحط الدرجة. هنا الدرجة بتاعتي هتبقى إيه؟ ممكن واحد، ممكن أشيلها وأحط خمسة. خليها اللي فضل افتراضي بتاعك واحد. لو أنت عايز تديله فيدباك، انت هنا عايز تدي للطالب فيدباك بتكتبها. اروح حاطط نفس السؤال بتاعي بانه قابل للقياس، ده الفيدباك العامه بتاعت السؤال. هنا بعد منه بيقول لك بقى اجابه واحده ولا كذا اجابه؟ لا اجابه واحده. هتخلط الاختيارات او بتتخلط؟ نمبر اوف تشويس، عدد الاختيارات بتاعت حضرتك. انت حاطط كام اختيار؟ هنسميها اي بي سي ولا اي بي سي ولا 1 2 3 ولا الرموز دي كلها؟ قول له مثلا اي بي سي. يبقى كده هو لما يطلعها هيطلع له اي بي سي دي اي وهكذا على حسب الاختيارات اللي موجوده عند حضرتك. التشويس رقم واحد بترجع حضرتك تجيبه من الاختيارات. هدف محدد، ادي اول واحده. طبعا انا قايل له هنا اي بي سي فمش هحط ترخيم مرتين. الجريد في درجه للسؤال ده، يعني دي عليها درجه. لما بتفتح هنا بقى بتلاقي حاجات جميله جدا جدا موجوده في موديل، ودي اللي بتميزه عن كثير من البرامج. لو فرضنا ان هي دي الاجابه الصحيحه، الطالب هياخد الدرجه كامله ولا ياخد 90% من الدرجه ولا 83.3 في الدرجه ولا 80 ولا 75؟ وفي بقى حاجه اجمل من كده، هياخد في درجات بالسلب كمان. كانت بعض الانظمه التعليميه كانت يعني الطالب اذا اجاب اجابه اما ان الطالب يجاوب السؤال او انه يسيبه، ما يكتبش اي اجابه خالص، يا يعني اما اجابتك تطلع صحيحه عشان تاخد درجه او انك تسيبها وتاخد صفر. لو كتبت اجابه وحس ان انت بتقلب في الاجابه كان بيديك درجه بالسالب. فجوجل برضو معالجها هنا في الجزئيه بتاعته دي. يعني زي ما ظهر قدام حضراتكم هتلاقي الدرجات نازله من 100% فوق لغايه ما توصل لسالب 100. ليه؟ علشان يعود الطالب ان هو يتاقن من اجابته فقط او يترك السؤال بدون اجابه. نيجي على الاختيار الثاني، بختار هدف بقيه الاختيارات اللي انا كنت كاتبها قبل كده. الجريد مفيش برضو هنا، ده مش اجابه صحيحه مش هديله درجه. الاختيار الثالث ببتدي ان انا اكتبه موجود معايا اهوت. ادي الاختيار الرابع. دي الاجابه الصحيحه، فابتدي ان انا هنا اروح مختار 100%. هو كده فهم ان هي دي الاجابه الصحيحه، وان الطالب لما يجاوب هنا هيدي له الدرجه النهائيه. فاضل الاختيار الخامس. هنا بقى بيجي بيقول لك الطالب هنا هيجاوب مره واحده. لا هي مره واحده.
وباجي بعد كده بقول له سيف. طبعا بعد ما حضرتك برضو سيفت بتبتدي انك انت ترجع مرة تانية تتأكد من اللي انت كتبته كله، السؤال بتاع حضرتك، السؤال الاولاني، كل الاجزاء اللي قدام منها العلامات اللي هي مظللة باللون اللي هي النجمة الحمراء دي، حضرتك بتبتدي انك انت تتأكد ان هي مكتوبة. ايه اللي حصل في الشاشة بتاعت الاختبار القبلي؟ طبعا السؤال الاولاني ده انا ممكن احذفه خالص، بيطلع لي بقى رسالة جوجل هنا. الفرق ما بين جوجل فورم وما بين الموديل في بعض الاجراءات ان احيانا جوجل فورم بيحذف دون الرجوع اليك، اما موديل لازم تعمل حضرتك كونفيرم على الاجراء اللي انت بتعمله، فبيجي يقول لك انت متاكد ان انت عايز تحذف الجزء ده، فباجي اقول له مثلا انه مش عايز احذف، هسيبه زي ما هو، او لو انا عايز احذفه بقول له يس. هنا طلع لي السؤال الاولاني زي ما انا كتبته، يوصف الهدف الذي يساعد على تقييم تعلم المتعلمين بانه. طيب لو انا عايز اشوفه السؤال بضغط على العلامه دي بيطلع لي الهدف بالشكل ده، يوصف الهدف الذي يساعد على تقييم تعلم المتعلمين بانه هدف قابل للقياس، هدف ذو صله، هدف ذو معنى، هدف قابل للتحقق، وهدف محدد. تمام كده خلصنا الجزء بتاع السؤال ده. سيف حاجه اضيف كمان سؤال، added a new questions برضو multiple choice added اسم السؤال، السؤال الثاني اخد مثلا السؤال ده احط الفيدباك بتاعه اللي انت طبعا عارفه من الاول اللي هي تبقى المقاييس. طالما جانب وجداني بيبقى في عندنا المقاييس. One answer only. Shuffle the choice. بيخلط الاسئله. قلنا طبعا ان احنا بنختار اي بي سي عشان يبقى الترخيم كله واحد. ببتدي ان انا اختار تشويس واحد، تشويس اثنين وهكذا. تعالوا بقى مع بعض هنا نشوف عشان ايه اللي احنا ممكن نضيفه هنا، وده اجراء متبع في كل الاختبارات الالكترونيه. حضرتك دلوقتي احنا الاختيار رقم الف هو كلمه الاختبارات. مفيش جريد طبعا. الاختبار الثاني او الاختيار الثاني هيبقى التكليفات. الاختيار الثالث هيبقى المقاييس. هنا الجريد هيبقى 100 من 100، دي الإجابة بتاعتنا. الاختيار الرابع الأنشطة. الاختيار الخامس التقويم. طبعا باجي هنا اقول له سيف. ده يتوقف على سرعة الإنترنت طبعا. جميل، طلع هنا السؤال الثاني، ببتدي إن أنا أعمل له بريفيو عشان أشوفه. طلع لي السؤال الثاني بتاعي من أدوات تحديد خصائص المتعلمين المرتبطة بالجانب الوجداني كذا. سيب. شكرا. طيب، دلوقتي حضرتك أنت
عايز تعمل اجراء على السؤال. بتفضل بعد اذن حضرتك. اتفضل يا فندم. انا اسف المقاطعه. هو في احد الافراد دخل دلوقتي على الجروب على الشات وعمل رابط تليجرام ده ما بيمثلش ايميل جافيكا خالص. ده واحد دخل وخرج دلوقتي حاليا. الرابط اللي انا كنت نشرته قبل كده هو رابط القناه بتاعه اليوتيوب بتاعه ايميرج افريكا وهو موجود فوق. يا ريت حضراتكم محدش يدخل على اي رابط انا مش ببعته، يعني الرابط بتاع التليجرام ده مش بتاعنا. شكرا لحضرتك دكتور الفضل واسف المقاطعه. اهلا بيك. اهلا بيك. كده دلوقتي احنا عايزين نضيف بقى حاجات على السؤال بتاعنا. عايزين نضيف صور صوت، عايزين نضيف صوره، عايزين نضيف من اي اجراء احنا عايزين نضيفه. حضرتك في الجزء الخاص بالسؤال ده لما بتقف فيه ممكن انك انت تختار التنسيق اللي انت عايزه، ممكن انك انت تعمله ميل، ممكن تعمله بول، ممكن انك تختار نمط الخط اللي انت عايزه هتيجي تغير بالشكل اللي انت عايزه. ممكن انك انت تحدد عايز تحط له لينك، ادي العلامه بتاعتها. عايز تلغي اللينك اللي انت ضفته، عايز تضيف لينك لازم تكون معاك اليو ار اللي بتاعه. عايز تضيف ملف فيديو هنا، دخلت مثلا على اليوتيوب ومعاك الملف بتاع الرابط، بتجيب الرابط بتاعه وتكتبه هنا، بتدي ان هو يحفظه في مكانه. عايز تضيف صوره ايمج، بتحدد الصوره بتاعتك او بتحدد الوصف بتاعها وتكتبها. عايز انك انت بقى تضيف ملف فيديو، بتجيب برضو الرابط الخاص بيه وتحط الاسم بتاعه وبعدين هو بيبتدي ان هو يضيفه. ممكن انك انت حضرتك تبتدي تستخدم كل هذه المميزات، شرط ان حضرتك تكون محدد المكان اللي انت هتجيب منها فيه. بمعنى انت حضرتك لما بتقف على اي ايقونه موجوده هنا بيبتدي ان هو يقول لك الحاجه اللي هي مرتبطه بيها. حضرتك عشان تعمل الكلام ده مباشرة وتقعد انك انت تدور هيستغرق منك وقت طويل جدا جدا، وده مش مستحب في الاختبارات الالكترونية. ان حضرتك عايز مثلا ملفات فتروح تجيبها من الانترنت مباشرة وحضرتك على الصفحة الرئيسية اللي موجودة اللي بتعمل عليها الاختبار على البرنامج اللي انت بتستخدمه سواء كان جوجل فورم او انك انت بتستخدم موديل، لابد ان حضرتك تكون مجهز كل الملفات اللي انت هتحتاجها في الاختبار الالكتروني زي ما احنا قلناها في العناصر الاساسيه للاختبار الالكتروني، وكل الحاجات دي موجوده في فولدر خاص بيها بحيث ان حضرتك لما تيجي تستدعيها مباشره تبتدي انك انت تحطها في المكان المخصص ليها بعد ما يكون تمت مراجعتها. طيب حضرتك دلوقتي بعد ما عملت الكلام ده لازم تيجي في النهايه تقول له حفظ. طب انا مش عايز احفظ اللي انا عملته ده، ممكن اقول له كانسل، هيبتدي ان هو يكنسل اللي انا عملته. طب في الحاله دي تعالوا نشوف هل هو يحتفظ بالسؤال ولا يلغي السؤال. تعالوا نشوف. السؤال ما زال موجود زي ما هو. انا كل اللي عملته ايه؟ ان انا جيت على العلامه اللي هي دي جنب السؤال وضغطت عليها. لما ضغطت عليها راح مرجعني للسؤال مره ثانيه علشان ابتدي ان انا اتعامل معاه وابتدي ان انا كل حاجه زي ما كانت الاول زي ما احنا سايبينها. ما حصلش اي حاجه ان هي اتغيرت من مكانها او ان هي اختلفت. تعالوا نطبق على اخر نموذج ونرجع مره ثانيه ليها. باجي ثاني اقول له بدل ما يحفظ باجي اقول له مثلا لا كانسل اللي كان موجود ده. هيبتدي ان هو يرجعني للصفحه الرئيسيه بتاعتي مره ثانيه. جميل جدا. لو انا شلت العلامه اللي هي جنب كلمه شفل دي هيبتدي ان هو
يظهر الاسئله بنفس الكتابه اللي احنا كاتبينها، لو الطلبه قاعدين جنب بعض يبقى نفس الاختيارات هي. لا احنا دايما هنا بقى من الحاجات الجميله اللي موجوده فيه ان انا بقول له بختار اختيار شافل ده وابتدي ان انا يخلط، هو يعمل عمليه خلط للاسئله بحيث ان لو مجموعه الطلبه قاعدين جنب بعض علشان يختبروا الاختبار ده هيبتدي ان كل واحد منهم يبقى شايف السؤال غير السؤال الثاني اللي كان شايفه زميله. طيب دلوقتي حضرتك انت عملت الاسئله، تعال نشوف السؤال ده الاولاني اللي هو مصادر التعلم الالكترونيه. تشمل مصادر التعلم الالكترونيه. احنا عملنا السؤال الاولاني والسؤال الثالث. طيب السؤال ده كان مكتوب له هنا واحد. لو فرضنا ان حضرتك اثناء اعدادك للاختبار الالكتروني حضرتك بتعمله في توقيتات متباعده، يعني كل يوم انت على الاختبار بتاعك حوالي 30 سؤال، كل يوم بتعمل لك سؤال او اثنين او ثلاثه او خمس اسئله. فجيت مره رحت وكاتب كوتشن نيم واحد، وبعدين بعد كده رجعت زي ما احنا عملنا السؤال الاول السؤال الثاني السؤال الثالث وهكذا. فباجي هنا اروح مغير، انا كنت واقف عند السؤال الكام الاول والثاني عملناه، نكتب هنا السؤال الثالث وسيبها زي ما انا، شلت واحد اللي كانت موجوده هنا وكتبت مكانها السؤال الثالث. بعد كده ببتدي ان انا ادخل على السؤال تشمل مصادر التعلم الالكترونيه، ابتدي اشوف الحاجات اللي هو حاططها اي بي سي زي ما احنا متفقين، وان انسر عناصر رقميه مش مديها درجه، مؤتمرات فيديو مش مديها درجه، فصول افتراضيه برده مش مديها درجه، قواعد بيانات مش مديها درجه، كل ما سبق، لان هي فعلا الاجابه الصحيحه كل ما سبق. راح مديها ال 100 من 100. ببتدي ان انا هنا مطلوب مني بس ان انا اعمل حاجه اسمها سيف. بعمل سيف ليه؟ لان حضرتك غيرت وحده كانت موجوده اساسيه اللي هي كوتشن نيم. لما حضرتك غيرت في اسم السؤال بدا ان هو لازم انك انت تقول له احفظ والا هو مش هيحفظ. تعالوا نشوف الشكل بتاعها هيطلع ازاي ونشوف هي هتطلع مترتبه من تلقاء نفسها ولا احنا هنحتاج نرتبها ونرتبها ازاي. هنا طلع السؤال الثالث وبعدين السؤال الاول وبعدين السؤال الثاني. ايه اللي بعمله؟ بروح انا محرك دي كده هعملها قدام حضراتكم مره ثانيه. هي كانت موجوده كده لان مصادر السؤال المرتبط بمصادر التعلم ده كان مكتوب في الاول واحد، تمام. ايه اللي حصل؟ احنا غيرنا في الوحده بتاعته وسميناه السؤال الثالث. فباجي عن طريق العلامه دي ببتدي ان انا اعمل له إعادة الترتيب. طيب خلي بالك اعملها اخر مره. هنا هو كان مترتب اهو، خلي بالك من الارقام دي بس، 1 2 3 بس، 1 مكتوب قدامه السؤال الثالث، و2 مكتوب قدامه السؤال الاول، و3 مكتوب قدامه السؤال الثاني. نعمل ايه احنا؟ حضرتك هتيجي تروح محركه لغايه الترتيب الطبيعي بتاعه. بص للارقام كده هتلاقي اتغيرت تلقائي، بقت 1 2 3 وهكذا. طب حضرتك حابب انك انت تحذفه، حضرتك هتضغط على علامه الاكس اللي موجوده هنا. لو حابب انك انت تضيف هتقول له اد. طيب ايه بقى الخطا اللي موجود هنا؟ عندك اللي ممكن تقع فيه ان حضرتك بعد ما عملت الكلام ده كله، بعد عملت كل ده كتبت السؤال وتاكدت من درجات الاجابه وتاكدت من الترتيب بتاع السؤال وان هم الاسئله ماشيه 1 2 3 طبقا للوصف بتاعها. طيب ده رقم السؤال الثالث، نجيبه هنا نبتدي نقول له رتب، هيرتب. يبقى ادي السؤال الاولاني، ادي السؤال الثاني، ادي السؤال الثالث. عمليه خلط الاسئله وترتيبها ما هياش مشكله، المشكله في كلمه سيف اللي موجوده هنا دي. بعد ما حضرتك خلصت الاسئله كلها، لو فرضنا انك انت ما قدرتش انك انت تضيف تعمل عمليه الحفظ ولا كانك عملت حاجه، وبالتالي اذا خرجت او النت خرجك من البرنامج ده دلوقتي، حضرتك كل اللي انت عملته ده مش هتلاقيه موجود، فلازم اضغط على سيف. وبالتالي بعد اضافه كل سؤال لابد ان انا اضغط كلمه سيف. حضرتك لو جيت اضغطت على كلمة، لو عايز تطبع بقى ممكن انك انت تعمل عملية طباعة ليه مرة تانية، ممكن انك انت تشيل الجزء ده بحيث ان هو ما يخلطهاش، ممكن انك انت تضغط على
الهيدنج بتاعه وتضيف الكلام اللي انت عايزه، ممكن انك انت تضيف الاسئله. طيب حضرتك ضفت الاختبار القبلي وعايز تضيف التعليمات بتاعت الاختبار، بتضيف تعليمات الاختبار بملف، يفضل ان انت تكون حاططها في ملف منفصل وعامله بي دي اف. ليه؟ علشان يبقى كل التنسيقات اللي هتفتح على الاجهزه بتاعت الطلاب تكون موحده، وتبتدي انك انت تبقى كده عندك الاختبار. طبعا المفروض يفترض ان انت لما الملف اللي كان موجود عندك اللي فيه 30 سؤال، حضرتك لما تنقلهم هنا هيبقى عندك برضو 30 سؤال في نهاية الامر، بحيث انك انت هتضمن ان كل سؤال من دول اتعمل له الاعدادات الخاصة به، وانه ظاهر فيه الاختبارات، وان كلمة شفل دي متظللة، وان هنا الاختبار هيتم بصورة الاختيارات هتبقى عشوائية بالنسبة لكل سؤال بالنسبة للطالب، وبالتالي الطلبة لو موجودين جنب بعضهم مش هيقدروا ان هم يغشوا من بعضهم. مرة أخيرة علشان الوقت، حضرتك بتدخل على الاختبار القبلي وبتدخل على كلمة edit quiz. طب لو انت عايز تعمل بريفيو بتقول له بريفيو، الوحدة اللي انت عايزها بتبتدي ان هو يظهرها لك. ادي السؤال بتاع حضرتك بيطلع للطلبة بالشكل ده. تمام؟ بتيجي تقول له نيكست. السؤال اهوت، بتيجي تقول له نيكست، بيطلع بنفس الاجابه. تمام؟ خلي بال حضرتك بيقول لك this quiz is not currently available. ليه؟ معناه ان الاختبار ده مش متاح حاليا. ليه؟ لان احنا ما حطناش الزمن بتاعه. لو حطينا له الزمن بتاعه دلوقتي معناه ان الطلبه ممكن، او اي حد بداخل على الموقع او الطلاب اللي بيدخلوا على الموقع ده ممكن ان هم يقدموا الاختبار. حضرتك اللي انت بتعمله في الاختبار بيبتدي ان هو يتفاعل مع الاجراء الخاص بيه، ويبتدي انك انت تشوف الاختبار بتاعك بصوره الكترونيه. هنا ده هيكلفك ايه؟ ده هيكلفك ان يبقى عند حضرتك موقع، ويبقى الموقع ده متحمل عليه برنامج موديل. برنامج موديل برنامج مفتوح المصدر، تقدر حضرتك تنزله من اي مكان من على شبكه الانترنت، وتبتدي انك انت تختار الواجهه الرسوميه الخاصه بيه، وفي واجهات كتير جدا جدا ليه تقدر انك انت تتعامل معاه، وهو بيدعم اللغه العربيه. يعني ممكن تعمله باللغه الانجليزيه، ممكن تعمله باللغه العربيه، او بيدعم اكتر من 70 لغه، لكن بالنسبه لنا احنا يعني على اساس انك انت عندك مواد باللغه العربيه فتقدر تستخدم النسخه باللغه العربيه، و يبتدي انك انت تبتدي تشتغل على الاختبار بتاعك وتعمل له ايديت مره تانية، او تعمل له اضافه، او تعمل له حذف. اهم حاجه لما حضرتك تعمل ايديت كويز تتاكد انك انت واقف في نفس الاختبار لنفس الفرقه، لان ده اختبار الكتروني لبرنامج. طب فرضنا ان حضرتك بتدرس اكتر من ماده، لازم تتاكد انك واقف في الاختبار القبلي لماده كذا، وتحط لها التاريخ المرتبط بيها، وتبتدي انك انت تراجع الاسئله بتاعتها وتشوفها هل هي مطابقه لنواتج التعلم ام لا. الجزئيات دي كلها بتقول لنا ان الاختبارات الالكترونيه عمليه سهله وميسوره. يعني شرط ان احنا يبقى في نوع من الرغبه في قبول التكنولوجيا واستخدامها، وهي حاليا الاستخدام بتاعها مش اختيار، ده اجبار. لازم حضرتك هتستخدم برنامج الكتروني، يفضل انك انت تستخدم جوجل فورم على اساس انك انت تبتدي تشتغل عليه، وتبتدي انك انت تحسن من اداءاتك. ممكن تعمل الاختبار بصوره تجريبيه على الطلاب، ممكن انك انت تعمله على مجموعه من زملائك، ممكن تعمله على واحد او اثنين او ثلاثه، المهم انك انت تجرب الاختبار، تتاكد ان هذا الاختبار مطابق لنواتج التعلم. ودي نقطه انا بحب اكد عليها كتير جدا جدا، لازم اي سؤال حضرتك تجيبه يكون مرتبط بناتج تعلم موجود عندك. معنى كده ايه؟ يعني معنى كده ان حضرتك لما تيجي تعمل اختبار الكتروني لابد ان الاختبار الالكتروني يكون مطابق لنواتج التعلم. هنا بقى في سؤال، ماذا لو كانت نواتج التعلم المخصصه لماده حضرتك قليله وعدد الاسئله اللي مطلوبه منك كثيره جدا؟ حضرتك هتجيب على كل ناتج على كل ناتج تعلم اكثر من سؤال، بحيث انك انت تستوفي عدد الاسئله اللي مطلوبه منك في النهايه، وتبتدي انك انت تحقق نواتج التعلم المستهدفه وتعمل لها عمليه قياس الكتروني. هنا بقى في استفسار من حضراتكم، هل تطبيق الاختبارات الالكترونيه يسهل العمليه التعليميه ام يصعبها؟ استخدام الاختبارات الالكترونيه بيسهل العمليه التعليميه ام يصعبها؟ اساتذتي
دكتور حضرتك عايز إجابة على الشات ولا إجابة؟ لا هم هجاوبوا على الشات مباشرة يا دكتور، هم التزموا بالتحديد. دكتور بالفضل. أشكرك يا هو بيسهل العملية التعليمية، لكن المطلوب إن عضو هيئة التدريس أو السادة الأساتذة إنهم يتبنوا فكرة التدريب على الاختبارات الإلكترونية والبدء بالاختبارات الإلكترونية المجانية أو النماذج اللي بتتيح الاختبارات الإلكترونية المجانية، وأشهرها طبعاً جوجل فورم. حضرتك لما تيجي تعمل اختبارات إلكترونية لابد إنك بتراجع المحتوى التعليمي الخاص بتاع حضرتك. حضرتك لما بتراجع المحتوى، لأن فكرة الاختبارات هي عملية تطوير لأداء الطلاب من خلال قياس ما تم تحصيله في الاختبار الإلكتروني، وتطوير المحتوى من خلال سد الفجوة في مهارات الطلاب اللي هتظهر في النتيجة بتاعتهم. المحتوى اللي حضرتك نقلته للطلاب، الطلاب استجابوا عليه بشكل معين، الطلاب ابتدوا ان هم يحسوا ان في نوع من التطوير في الاداءات، وان هم كل ما تمت دراسته داخل المحاضره او عبر شبكه الانترنت هيتم السؤال عنه. الحاجه الثانيه ان كل واحد منهم هيبتدي يشوف فجوه الاداءات اللي موجوده عنده. فجوه الاداءات دي لابد ان حضرتك لما تطور المحتوى في السنه التاليه هيبقى في تطوير للمحتوى، هيبقى في تطوير لنواتج التعلم، هيبقى في تطوير لاداءاتك انت. هنا سؤال وعايز حضراتكم تجاوبوني عليه بالمناقشه الشفويه. ضعف نتائج الطلاب في الامتحانات النهائية يرجع إلى ضعف نواتج التعلم أم قلة استخدام استراتيجيات الحديثة أثناء الشرح؟ اسمح لي اللي عاوز يجاوب يرفع إيده بس عشان يبقى في نقطة نظام. دكتور اتفضلوا، وهناخد سؤالين لأن احنا دلوقتي كده دلوقتي احنا أساتذتي الدكتور مشعل ممكن يتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. دكتور جزاك الله خير على ما قدمت. أنا أرى أن الطرائق والاستراتيجيات هي التي تعيق حقيقة ما نسميه بالنواتج. جميل يا فندم، شكرك. تحب تضيف حاجة؟ هذا اللي عند الله. شكرك يا فندم، شكرا جزيلا. هو حضرتك ضعف نتائج الطلاب بيرجع الى ضعف نواتج التعلم من ناحيه، لكن الاساس هو قله استخدام الاستراتيجيات الحديثه في العمليه التعليميه داخل الجامعات، سواء كانت داخل قاعات المحاضرات او عبر شبكه الانترنت، نظرا لان مثلث العمليه التعليميه الطالب، المحتوى، والمحاضر. الخلل في الاستراتيجيات بيخلي المحتوى الجيد محتوى ضعيف جدا بالنسبه للطالب، او الطالب بيفقد جزء كبير جدا من المحتوى المرتبط بنواتج التعلم المستهدفه اللي كانت موجوده. حاجه كمان، ان حضرتك اي اختبار لابد ان تكون نتيجته مراجعه نواتج التعلم المستهدفه والاستراتيجيات التدريسيه التي اتبعت لشرح هذه النواتج. ده الهدف من الاختبارات لأعضاء هيئة التدريس. بالنسبة للطالب هو بياخد درجات، بيحصل على درجات، وبيتوقف ده على التعليم، هل هو في تعليم حكومي ولا في تعليم خاص، وسياسة الكلية في الدرجات وفي نتائج الطلاب. وأحيانا بعض الكليات بتلجأ، يعني بيبقى عندها نوع من القلق على سمعة الكلية نتيجة مستوى التحصيل المتدني لبعض الخريجين اللي موجودين عندها، فبيبقى عملية الدرجات النهائية دي يعني لها اعتبارات اخرى. لكن ما يعنيه هنا هو نواتج التعلم المستهدفه. نواتج التعلم التي شرحت داخل المحاضرات او عبر شبكه الانترنت لابد ان يتم قياسها، تكون نتيجه هذا القياس درجات بالنسبه للطلاب، واعاده النظر في المحتوى التعليمي والاستراتيجيات التدريسيه التي تتبع في مثل هذه المواد الدراسيه، وربطها بالممارسات الدوليه المتميزه واحدث ما توصل اليه العلم. وده اللي حضرتك هتعمله لو حضرتك بتجيب سؤال ابتكاري داخل المحتوى التعليمي بتاع حضرتك ان شاء الله. جزيل الشكر لحضراتكم. لو في وقت يا دكتور محمد وحد حابب يسال يتفضل يفهمه. انا هطلب من حضرتك بس ان احنا هناخد سؤال واحد فقط لا غير، بحيث ان احنا نعمل الساعتين بتوعنا. لو حد من حضور الكرام عنده سؤال يتفضل، المايك موجود معايا افتحه. ايوه دكتور، معذره بس انا حرف
نفس عدت مجموعه من الاختبارات على موقع اسمه كويز. دكتور احمد ايوه يا فندم. ايوه يا دكتور اتفضل. عرف نفسك الاول يا دكتور احمد. احمد هاشم علي، دكتوراه تكنولوجيا التعليم، مدرب برامج دمج التكنولوجيا في التعليم. انا بس حابب اضيف حاجه بسيطه، انا استخدمت موقع كويز في اعداد اكثر من اختبار الكتروني، وهذا الموقع جيد جدا، فبنصح الناس لو يستخدموه ان شاء الله. ممكن حضرتك تتكرم وتكتبه في الشات بحيث ان الناس كلها تبتدي ان هي تشتغل، يعني تدخل عليه بعد نهايه التدريب ويبتدي ان هم يتفاعلوا معاه. جزيل الشكر على اضافه حضرتك. شكرا لك يا دكتور. شكرا دكتور بالفضل. يعني انا بتوجه باسم ايات الشكر والتقدير للدكتور بالفضل على وجوده معنا في ورشه من ورش ايمرج افريكا بالعربي، وبشكره جدا على انه اصبح واحد من الدعائم الفعاله جدا جدا في ايمرج افريكا. مش عشان في شكر بس، جزاك الله كل خير. احنا دلوقتي عندنا مجموعة من الحاجات، لان في اسئلة وردت لينا خلال الشات. في بعض الاعضاء الكرام اول مرة يحضرونا ورشة، احنا الحمد لله لينا مجموعة من الورش اللي قبل كده والورش اللي موجودة، وان شاء الله في ورش مستقبلية. بالنسبة للورشة الحالية، احنا بنعمل كل ورشة من الورش بنعمل حاجة اسمها فورم تقييم، بنقيم فيه الورشة بحيث ان احنا نشوف، مش بنقيم المدرب لان سعادة الدكتور ابو الفضل اكبر من كده عندنا يعني في مقامة، ولكن احنا بنقيم الورشه بحيث ان احنا نعرف ايه الحاجات اللي انتم محتاجينها وايه الحاجات المشاكل اللي انتم مواجهينها. بالاضافه ان كل الناس اللي هتقيم الورشه ان شاء الله كل المصادر التي اتاحها الدكتور ابو الفضل هيتم ارسالها ليا، هقوم باعتها لكل الايميلات اللي شاركت معايا في التقييم. دي اول حاجه. تاني حاجه، كل المصادر اللي حصلت النهارده بالنسبه للملفات اللي هو بتاعه الفيديوهات او الورش اللي سجلت، في ورش عندنا سجلت قبل كده وفي ورش ان شاء الله هتسجل في المستقبل، فده كله بيتم نشره على قناة اليوتيوب الخاصة بمنظمة ايمرج افريكا. يشرفنا جدا ان انتوا حضراتكم، ده الرابط بتاعها، يشرفنا حضراتكم ان انتوا عاملين متابعة ليها، بحيث ان شاء الله يعني نبقى أسرة موجودة على القناة نستفيد منها مع بعض. ثالث عنصر وده حاجة كويسة، ان شاء الله لو في اي حد من الحضور الكرام عنده قابلية ان هو يدعمنا، مثلا ان هو عاوز يشرح ورشة مجانية في مجال تكنولوجيا التعليم في التعليم العالي، ده الرابط خاص بالنسبة لنا بحيث ان احنا بنعمل فورم ان هو يشارك معانا ويقدر يضيف المعلومات، وانا ان شاء الله هتواصل معاك يا دكتور محمد، ان انا اتواصل معاك كممثل لايمرج افريكا ان احنا نتعاون معاه وننشئ ورشه ان شاء الله. كمان احنا عندنا جروب على الفيسبوك، ده الجروب خاص بالنسبه لنا بيكون عليه كل الاخبار او كل الايفنتات او كل المجالات المتخصصه في تكنولوجيا التعليم بالعربي وبالانجلش، بحيث ان الناس تتعاون مع بعضها وتتعلم. وكمان احنا عندنا في ايمرج افريكا ده الويب سايت بتاعنا، وبيبقى عليه مجموعة من الشورت كورسز المعتمدة من جامعة UCT University of Cape Town، وبرضه بيبقى عليه كل الأخبار والمؤتمرات اللي بتعمل أونلاين وكل الشغل اللي احنا بنشتغل عليه. في أحد الأفراد الكرام سألني على قناة التليجرام الخاصة بينا، هي دي قناة التليجرام الخاصة بإيمرج أفريكا بالعربي، بيتم عليها نشر الإيفنتات وبيتم عليها نشر كل حاجة خاصة بالنسبة للفيديوهات اللي قبل كده، وبنعتمد على إن قناة اليوتيوب عليها كل الفيديوهات. وبقول لحضراتكم جميعا ان انا بعتذر عن ان الاخ اللي هو من السعوديه اللي نشر رابط القناه بتاعه التليجرام، فعليا هذا الدكتور المحترم لا يمثل ايمرج افريكا وما خدش اذن، انا ما عنديش اي معلومات عنه، فعشان كده لو حصل اي حاجه او اي مشكله لا تمت لايمرج افريكا بالعربي خالص. شكرا ليكم وشكرا دكتور ابو الفضل، ولو في اي سؤال ليا او لدكتور ابو الفضل تحت امر حضراتكم. شكرا جزيلا حضراتكم. شكرا جزيلا. لو في سؤال اي حد يتفضل يسال السؤال، ما تحت امر حضرتك. معذره يا دكتور، احنا هو مش سؤال انما هو طلب، انا لاحظت في الشات اكثر من متدرب طلب شهادات، فيعني دي تبقى حاجه داعمه للناس، ولا شك انها بتثقل السي في الخاصه بالناس، وحاجه كويسه انها تشجعنا كلنا ان احنا دائما وابدا يكون في بيننا تعاون علمي وحافز لينا، فنشكركم لو كان في شهادات فيما بعد ان شاء الله. او انا بتوجه لحضرتك بالشكر على نقطه مهمه جدا حضرتك اثرتها، وهي موضوع الشهادات. موضوع السيرتيفيكيت او الشهادات، احنا المبدا الاساسي بالنسبه للايمرج هي عمليه تطوعيه نشر العلم. احنا غرضنا الاساسي يعني في المرحله اللي احنا شغالين فيها ان احنا بننشر العلم من خلال دكتور ابو الفضل مثلا متطوع، وكان في دكاتره كتير معانا متطوعين، في عرب وفي اجانب. فالغرض الاساسي مع احترامي يعني ان هو مش تجميع ورق شهادات،
انا عارف ان هي بتبين حاجه كويسه وبتبقى ليها فايده كبيره قوي في مجتمعنا كحاجه تعمل عمليه دعم وتشجيع للناس عشان يحضروا ورش. بس احنا عاوزين ننتقل لمرحله ابعد من ان احنا ندعم الناس، احنا عاوزين الناس تيجي تبحث عن العلم. فيمكن هو دي النقطه الصغيره اللي احنا بنحاول نشتغل عليها، وان شاء الله ان شاء الله هيتم مناقشه الموضوع ده بصوره اكبر مع البورد ونشوف هنقدر نعمل ايه. ارجو ان اكون اجبت. احنا كل اللي يهمنا احنا بنتعلم من بعض، ويعني انا دكتور ابو الفضل مشكورا جدا ان هو موجود معانا متطوع بوقته ومتطوع يعني بمجهود كبير قوي معانا ان شاء الله. اي سؤال تاني؟ طيب بما ان لا توجد اسئله انا بشكر لحضراتكم جميعا وجودكم معانا في ورشه جديده، وان شاء الله خلال الاسبوع ده هيبقى في ورش جديده في ايمرج افريكا برضو بالعربي، وبتوجه باسماء الشكر. ايه بعته لحضرتك على الشات. نعم يا فندم. الصوت منخفض. هل يوجد برنامج لعمل اختبار الكتروني يمكن استخدامه اثناء التعليم الصفي من خلال شبكه اوفلاين واي فاي؟ يعني هي قصده ان هو يبقى في حاجه واي فاي يشتغل عليها اونلاين اوفلاين قصدي. هناك برامج متعدده كثيره يمكن عمل اختبارات الكترونيه اثناء التعلم الصفي من خلال شبكه الواي فاي وممكن خلال الشبكه الداخليه، وان شاء الله في اللقاءات المقبله باذن الله تعالى هنستعرض مع حضراتكم بعد اذن دكتور محمد طبعا ازاي ان احنا نعمل اختبارات الكترونيه اوفلاين. شكرا لحضرتك دكتور ابو الفضل، وبنشكرك جميعا على وجودكم معانا، وكل الشكر والتقدير لدكتور ابو الفضل معانا، يعني احنا شاكرين ليك جدا ونشوفك ان شاء الله في ورش جديده باذن الله. الماتيريال هتبقى موجوده ان شاء الله يا جماعه، بس بعد ما تقدوا يعني ادوا تقييم الورشه، وكل اللي هيقدم تقييم هياخد الماتيريال بحيث ان انا اعرف الايميلات بتاعت حضراتكم. تمام شكرا ليكم. شكرا لكم. شكرا. اشوفكم في ورشه جديده من ورش ايمرج افريكا بالعربي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله. تمام الله. متى موعد المحاضرات القادمة؟ سوف يتم المحاضرات القادمة. احنا حضرتك سجلت معانا في ايميل خاص بالنسبة للفورم اللي موجودة على المشاركة، بيتم ارسال كل ورشة جديدة بيتم تجهيز ليها بيتم ارسال على الميل الفورم بحيث الناس تسجل عليها قبلها باسبوع او 10 ايام. بدل حضرتك موجودة معانا في الميل ليست خلاص حضرتك اصبحت عضوة من ايمرج افريكا، و تعتبر حضرتك دلوقتي من أسرة إيمرج أفريكا، وأهلا بيك. أنا بتقدم لكم بالشكر والتقدير. لو في أي سؤال تاني قبل ما نقفل الشات. شكرا ليكم.